بأحلى الكلمات وأجمل النغمات في هذا الصباح نستقبلكم في صباح الشروق. الفنانة كريمة كانت غنات للأم أيمة تسع، حبينا نبدأ بها هذا العدد تاع يوم الأربعاء 15 جوان في اليوم العالمي لكبار السن. من عندنا من صباح الشروق، من عند رئيس التحرير زهور الغربي، من عند المخرج يوسف تغرام، اخترنا أنه نبدأ هذا العدد بهذا النغم حتى نهديوه لكل كبار السن من أمهات وآباء اللي مازالوا على قيد الحياة. ربي يطول في عمرهم والله يرزقنا من خلينا نقولوا من بركتهم ومن وجودهم دائما معنا وحوالينا، وكذلك الله يرحم اللي توفوا علينا وان شاء الله ربي يرزقهم المغفره والرحمه. هذا الصباح راح يكون عدد جديد من صباح الشروق، مواضيع متنوعه، مواضيع ثانيه، مواضيع غنيه في هذا العدد اللي راح نرافقوكم طيله ساعتين وعشرين دقيقه، ساعتين ونصف في هذا العدد. نصبحوكم بالخير ونقولكم صباح الخير عليكم انتم يا احلى ناس واحلى مشاهدين مشاهدي صباح الشروق. انتم تختاروا دائما انه تبداوا نهاركم مع هذا البرنامج صباح الشروق، عملتم مليح لانه هذا البرنامج ولا هذا الموعد هذا يجمع كامل العائله الجزائريه من صغيرها لكبيرها، من نسائها لذكورها، بكل فئاتها نتلاقوا على مواضيع اللي تهم كل المجتمع الجزائري كما يختارها الطاقم تاع اعداد هذا البرنامج. وش رايكم لما طولوا عليكم نروح نتابعوا اهم العناوين راح نتناولوها واياكم في عددنا لنهار اليوم من صباح الشروق. العديد من الفقرات، العديد من المواضيع، العديد من المحطات في برنامجكم لنهار اليوم تاع صباح الشروق كما تعودتوا عليه، غني وثري ومتنوع ويطم كل العائله الجزائريه. نتمنى التوفيق لطلبه المستقبل لمترشحي شهاده البكالوريا، كاين شعبه ادب وفلسفه اللي اليوم يتهناو اليوم راح يكونوا على موعد مع الامتحان الاخير في الشعبه ديالهم، بينما التلاميذ ولا مترشحي الشعب الاخرى راح يكونوا على موعد مع الامتحان حتى اليوم الغد. نذكروا انه ادب وفلسفه اليوم راح يكونوا على موعد مع امتحان التاريخ والجغرافيا واللغه الامازيغيه في المساء لكل المترشحين المعنيين بهذا الامتحان ككافه الشعب، بينما الشعب الاخرى راح تواصل حتى يوم الغد. نتمنوا التوفيق ونتمنوا النجاح لكل هذا الطلبه، لكل هذا المترشحين لمختلف الشعب العلميه وحتى الادبيه في هذا الايامات تاع الحر وتاع الشده تاع الحراره اللي راهي غير تطلع على هذا الذكر تاع الحراره، درجه الحراره اللي راهي غير تتصاعد. نذكروا انه وزاره الصحه كانت وضعت بيان بالامس بالتنسيق مع مصالح الحمايه المدنيه، كانت حطت فيها جمله من الاجراءات الوقائيه ماذا بينا نذكركم بها في هذا الصباح. اذا كان عندكم مشاغل ولا انشغالات يوميه رايحين لها في هذا اليوم، نذكركم انه راح تكون فيه ارتفاع محسوس بدرجات الحراره في مختلف مناطق الوطن. في المناطق الغربيه راح توصل حتى 45 درجة، في الجزائر العاصمة راح توصل حتى 35 درجة. ولهذا اليوم وجب أنه نقول لكم أنه الأطفال الصغار والأشخاص المسنون وذوي الأمراض المزمنة هم الفئات الأكثر عرضة لخطر الحر، كما جاء في البيان تاع وزارة الصحة دعت فيه إلى غلق المصاريع الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرضة لأشعة الشمس وإبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل. كذلك وزارة الصحة بتنسيق مع مصالح الحماية المدنية كانت قالت أنه لازم نتجنبوا الخروج في الأوقات الأشد حرا في اليوم، وإذا كان الخروج ضروري فليكن في الصباح الباكر أو بساعات متأخرة من المساء. كانت وصلت الحديث ديالها أنه إذا استلزم عليكم الخروج ارتدوا ملابس خفيفة وواسعة وامكثوا تحت الظل بعيدا عن التعرض المستمر للشمس. كانت هذه الإجراءات الوقائية اللي كانت نصت عليها وزارة الصحة في البيان اللي صدر عليها بالأمس بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية. والتلاميذ اللي راهم الآن دخلوا لمقاعد
الامتحان ومراكز الامتحان مع اليوم غير يكتفوا من شرب المياه حتى ينشطوا البدن ديالهم. وحنا عارفين باش ننشطوا البدن ديالنا واش نديروا؟ واش نديروا كي ننشطوا البدن ديالنا؟ ولي بوشاوي الرياضه، يلا الرياضه للجميع. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الفقره الرياضيه ديالكم مع الكوتش موني بوشاوي في قاعه سترونغ بودي في اولاد فايد. اليوم لا سيونس انا واش راح نديروا فيها، راح يكون فيها لو فول بودي سان رفورسيمون ميسكولار جينيرال، مي وشنو اليوم راح نستعملوا البوا، يعني انا عندي لي زالتر لهنايا، انتم الا عندكم لي زالتر عندكم لي زالتر راح تخدموا بهم، ولا ما عندكمش لي زالتر قرعه تاع ما تقدروا تخدموا بهم، فيهم وزن تاع كيلو ولا كيلو ورطل تقدروا تخدموا بهم. نبداو ليشوفمون تاعنا بلا ما نطول عليكم، انا راني واجد. وجدوا الطابي تاعكم قرعه تاع الماء ولي زالتير. نبداو ليشوفمون تاعنا ولا نديرو التسخينات تاع المفاصل تاعنا باسكو حنا نخدمو ديزيكزاس تاع رونفورسيمون، يعني باش ما يكونوش اصابات على مستوى المفاصل. هنايا روتاسيون تاع البواني دروات غوش، نسيت نطلع شويه لهنا لي زيبول الاعلى ونعاود نهبط هنا نطبع القدام نعاود نجبد. هكذا ما نطولوش في التمارين تاع التسخينات كما قلنا راكم حفظتوهم. نبداو بالتمرين الاول واش حيكون فيه؟ حيكون فيه لي فونت مع اليفاسيون لاتيرال تاع البوا تاعي. تابعوا معايا، نبداو بالتمرين الاول راح نافونسي الفي تاعي لهنا القدام، نهبط كي نهبط يكونوا لي دو جون 90 راح نطلع لي زالتير هنايا على المستوى تاع الكتف تاعي ونعاود نولي نبدل لا جونب تاعي هنا نهبط ونطلع نهبط 90 درجة نطلع ونعاود نولي 1 2 3 4 نهبط لي دو جون 90 نطلع هنا ونعاود نولي خطرة يمين خطرة يسار. نحسب 10 خطرات يعني لكل رجل، 10 خطرات للرجل اليمنى و10 خطرات للرجل اليسرى، لكن واش راح نديروهم؟ أربع مجموعات. هذا بالنسبة للتمرين الأول، نروحوا للتمرين الثاني. التمرين الثاني راح يكون فيه لي سكوات مع لو كور بيسبس، راح نكون بوزيسيون ان بو بلو لارج على لارجور تاع لي اونش تاعي، نبقى دائما بالبوا تاعي. واش ندير؟ نهبط بوزيسيون دو سكوات، كي نهبط سكوات راح نخدم لو كور بيسبس ديالي هنا، نطلع البوا من الاسفل للاعلى عند الكتف تاعي هنايا ونعاود نطلع. نهبط سكوات 1 2 3 4، نعاود 1 2 3 4. نفس الشيء راح نحسب التمرين هذايا، نحسب 10 خطرات للسكوات، يعني راح يكونوا كيف كيف مع دي ريبيتيسيون تاع لو كور بيسبس. هنا نهبط سيدر يكون بيان، يعني واقف بيان، نهبط ندور لي بار ديالي ونطلع. نحسب 10 خطرات كما قلنا. هذا بالنسبه للتمرين تاع لي برا يعني عضله البيسبس، ونزيدوا لي سكوات لي جون. يبقى لنا لو دان اكزارسيس راح نخدموا فيه عضله الصدر اللي هو لي بومب كما قلنا. نجيبوا لي طابي تاعي يعني هكذا باش نكونوا كملنا كاع تقريبا العضلات تاع الجسم تاعنا في ثلاث تمارين برك. بوزيسيون ان بو بلو لارج على لارجو تاع لي زيبول لي جون دي ريتوندو. واش ندير؟ راح نسيي نهبط هنا في لا بوزيسيون دو بومب، نعاود نطلع هنا نعاود نطلع. نحسب 10 خطرات كي نهبط نسيي نسيري بيان لي زوموبلا ديالي، وكي نطلع كونتراكتي لا بوترين اللي هي عضله الصدر. نهبط نسي نلصق ولا نسيري بيان لي زوموبلات اللي هو لوح الكتف، ونعاود نطلع نسيري لا بوترين ديالي. بالنسبه للناس اللي ما تقدرش واش راح نديرو؟ نحطو لي جونو تاعنا، سي لوبسيون فاسيل دائما كما قلنا باش كاع الناس يقدروا يخدموا معنا. نحط لي جونو تاعي ونهبط هنايا نعاود نطلع نهبط. نفس التمرين نفس الهدف نفس العضلة المستهدفة في هذا التمرين، لكن شدة بك شوية منخفضة. هذا كان آخر تمرين. واش نديرو لازم علينا؟ لازم دائما نديرو لي زيتيرمون تاع العضلات اللي كنا نخدمو فيهم. نكسب بيان يدي لهنا نفتحهم هنايا باش نديرو العضلة تاعنا تاع الصدر. نطبع الأعلى نبدل نطلع هنا سور بلاص لي جون ديالي باسكو تان عضلة اللي كنا نخدمو فيها. تري بيان كسر لي دو جونب فوالا. هذا
اخر تمرين في فقرتنا تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا تبعتوا معنا مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكون عجبتكم الفقره، ان شاء الله راكم تداوموا معنا وتخدموا معنا هذه الفقرات الرياضيه. الى ذلك نحن واش نقول لكم، نسعدكم الله، واذا كان في تساؤلات ولا تقدر تواصل معنا على صفحه الانستغرام ولا الفيسبوك اللي هي منير بوشاوي. يبقى على خير، سلام. شكرا للكوتش منير بوشاوي اللي فدنا بهذا الحركات الرياضيه في هذا الصباح. صح، ممارسه الرياضه مليحه، ولكن دائما في لما تكون هكا درجه الحراره مرتفعه لازم علينا نمارسوا الرياضه سواء في الظل ولا في الاوقات المنصوح بها، يعني لما تكون درجه الحراره مش مرتفعه بزاف، لانه الجسم تاع الانسان راح يفقد السوائل اللي فيه، وبالتالي راح يعرض صاحب هذا الجسم ل ربما وعكة صحية مع الأسف، ولا حتى لمشاكل في العضلات دياله. يلا بعد هذا الوقفة في الرياضة مع الكوتش منير بوشاوي نروحوا للدين معاملة. في هذا الصباح في الدين معاملة كما تعودتم عليه في يوم الأربعاء اللي نورنا ويفرحنا دائما ويشرفنا بحضوره الأستاذ الشيخ حمزة الزار. صباح الخير، مرحبا. اهلا اخي صلاح، اهلا بالمشاهد الكريم، صبحكم الله بالخير والبركه. نورتنا شيخنا في هذا الصباح. كثيرا ما الانسان يوقف في بعض المحطات في حياته يوقع في حيره من امره، فيتحط في مواقف وين لازم يكون ما بين خيارين ولازم يختار، ولكن الانسان لا يعلم الغيب، ما يقدرش يعرف طبعاً الخير ليه. فالله عز وجل اعطانا امرين اللي يقدروا يسلكونا من هذا، خلينا نقولوا الورطه ولا هذا المازق، اللي هما الاستشاره والاستخاره. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاحباب، ازف لكم تحيات الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليك السلام. في القديم كان اهل الجاهليه اذا هموا بامر من زواج أو سفر أو تجارة استقسموا بالأزلام، والأزلام نعم والأزلام هي سهام صغيرة. كان أهل الجاهلية يكتبون على بعضها افعل، وعلى بعضها لا تفعل، وعلى الآخر غفل، وكانوا يجعلونها في كيس، فإذا هم أحدهم بأمره وحاجته أدخل يده في الكيس، فإذا خرج افعل مضى في حاجته، وإذا خرج العكس لم يمض في حاجته، وإذا خرج غفل أعاد الاستقسام مرة ثانية. وهذه الطريقة محرمة في شريعتنا لأنها من التطير وهو التشاؤم، وهذا يتنافى مع العقيدة والتوحيد. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره الطيارة، وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: الطيارة شرك، الطيارة شرك، الطيارة شرك. وربنا سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن في سورة ياسين أصحاب القرية لما جاءهم المرسلون قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. لهذا يقول الإمام الطبري ورحمة الله عليه في تفسيره: يعني إنا تطيرنا بكم، يعني إنا تشاءمنا بكم. صح. نعم، هذا نعم هذا من التشاؤم. وربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لهذا كما قال العلماء: الاجتناب أبلغ من التحريم. صح. نعم، يعني الإنسان الله سبحانه وتعالى يعني عوضه بالاستخارة، وهذه الاستخارة سبحان الله العظيم يعني هي عبادة عظيمة أهملها كثير من الناس. صح. وتركوها للأسف. فالإنسان في حياته يتعرض إلى كثير من الأمور الغيبية في حقيقتها، وكذلك يعني المجهولة في عواقبها، لا يدري يعني الإنسان خيرها من شرها، أو يعني نفعها من ضرها. فالإنسان يعني أيقبل على هذا العمل أو لا؟ أيتزوج هذه المرأة أو لا؟ يطلق زوجته أو يبقيها معه؟ أيسافر إلى هذا المكان أو لا؟ يعني الإنسان يعني لا يدري ما يفعل وما يذر وأين الخير.
فتتقلب الأمور عليه، فيسأل القريبة والبعيد ويسأل الصغير والكبير لعلهم ينصحونه. صح. نعم، لأنه الآن هو دخل في حالة من الصراع والتردد. طبعاً. نعم، وأيضا كذلك يعني هناك تقلبات في حياته وهناك غيبيات لا يعلمها، فالله سبحانه وتعالى شرع هذه الاستخارة علاجا وحلا لهذا التردد والمشكل. لهذا الاستخارة في لغة العرب هي طلب الخيارة في الشيء، يقال استخر الله يخر لك. نعم، يعني المعنى أنه يختر لك الأنفع والأصوب والأفضل والأخير. نعم، هذا هو المقصود. لهذا الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. جميل. يقول إذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وفي ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ثم يسمي حاجته. يقولها في السجدة ولا متى يقولها في الصلاة؟ نعم، هو الآن الآن هي خلاف بين العلماء، كلاهما قولان لأهل العلم، هل يأتي بها يعني بعد السلام أو قبل السلام؟ طيب ممتاز. الأول الإنسان يعني أولا القول الأول هو الإتيان بها بعد السلام. أيوه. هكذا يعني يصلي ركعتين عادي، يصلي ركعتين من غير الفريضة. أيوه. ثم ليقول، هذه ثم ليقول تفيد التعقيب والتراخي. هذه ثم ليقول، لهذا قال بعض أهل العلم ولعل الأرجح أن يكون الدعاء بعد السلام، يعني عقب السلام. نعم، وإذا أتى به قبل السلام فهو في موطن دعاء ومكان دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني فأكيد أن يستجاب لكم. لهذا قولان لأهل العلم. هذا الحديث العظيم يعني سبحان الله، ونحن نتأمل في قول جابر رضي الله عنهما ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا دل على فشو ذلك بينهم وانتشاره، وهذا يعني سمة للمجتمع المسلم. يعني تصور، يعني مستحيل أن يستغني يعني ذلك المجتمع، مجتمع الصحابة يعني، عن هذه الاستخارة، لأنها كانت كالقراءة في الصلوات. صح. كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني أنت هل يستغني الإنسان من القراءة في الصلوات؟ أبدا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الإنسان إذا يعني هم بأمره وحاجته يعني ولم يعرف يعني وجه الصواب فيه، نعم، وهناك تردد وهناك شك وكذا، يعني يصلي ركعتين من غير الفريضة هكذا، يعني ركعتين نافلة. قال ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، فأنت الآن في هذه الحال تسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار لك. أترك الأمر بيد الله، بيد الله سبحانه وتعالى أن يختار لك. ثم قال بعدها صلى الله عليه وسلم فإن قال إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتي، يعني أن تجعل هذا الأمر يعني أن تعينني عليه بأن أكون قادرا عليه، هذا هو المقصود. وفي آخر الحديث قال واقدره لي، يعني واقدره لي بهذا المعنى وبهذا المقصود. كذلك قال يعني سبحان الله قال وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، يعني تصور يعني سبحان الله هنا إشارة بأن هذا الأمر يعني هو إفضال وتنعم من المولى سبحانه وتعالى عليك، يعني ليس لأحد حق في المولى سبحانه وتعالى في نعمه، يعني فهذا المقصود، يعني لا الإنسان فعلا. لهذا قال بعد فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. هذه الكلمات وهذه العبارات يعني فيها كثير من الاعتراف والافتقار إلى المولى سبحانه وتعالى. ف
فسبحان الله يعني فيها دليل على بأن العلم يعني العلم المطلق والقدرة المطلقة للمولى سبحانه وتعالى لا غير. وفيه اعتراف كذلك بأنه لا علم لك إلا ما علمك الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله عز وجل يعلم لك الخير أين. نعم، لهذا من فوائد هذا الحديث أن سبحان الله أن الفريضة يعني لا تشترك معها نية أخرى، يعني لأنها تضعفها. قال من غير الفريضة. نعم، يعني الإنسان يصلي صلاة نافلة يعني من غير الفريضة، لهذا يعني اشتراك النية مع يعني نية الاستخارة مع نية الفريضة فهذه تضعفها، ولا يوجد اشتراك يعني النية يعني نية الفريضة مع نية أخرى لا تتداخل. هذا المعنى. كذلك يعني لم يرد يعني وقت مخصوص مثلا لصلاة الاستخارة، لكن الإنسان يتحرى مواطن الإجابة ومظان الإجابة، يعني مثلا بين الأذان والإقامة فهو موطن إجابة. نعم، مثلا عند نزول الغيث موطن إجابة، مثلا الثلث الأخير من الليل، حين ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. يعني في هذه السكنات وهذه اللحظات الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون أقرب إلى الإجابة، والإنسان مع ذلك أيضا يرفع يديه إلى السماء، فهذا من آداب الإجابة، هو يقرأ في هذا الدعاء. فالإنسان إذا كان يحفظ هذا الدعاء يقرأه ويسمي حاجته حين يقول اللهم إن كنت تعلم أن كذا وكذا، يذكر فلانا، نعم، زوجة أو سيارة أو عقارا أو ما شاء. نعم، هذا كان حال الصحابة يعني ممتاز. سبحان الله، يعني كذلك الإنسان يتجنب أوقات النهي الأفضل. الأفضل إن كان بعض العلماء قال بأن صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب، يعني يصليها الإنسان ما شاء، لكن الأفضل الإنسان والأكمل أن يتجنب أوقات النهي، وهي بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح، وكذلك عند استواء الشمس في السماء من الظهيرة، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فهذه يحاول الإنسان أن يتجنب هذه المواد، وله سعى في أوقات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. عندي سؤال فقط شيخنا. نعم، بالنسبة للدعاء. نعم، للقول والدعاء تاع الاستخارة، هل الإنسان اللي ما يقدرش يحفظه للطول ديالو كبار السن ربما يقدر يقرأه في هذاك الوقت، يكون كتبه على ورقة ولا طبعاً يقدر يقرأه؟ طبعاً ممتاز. نعم، هذا أمر جائز، يقرأه من ورقة أو من تطبيق أو كذا، هذا الأمر له سعى بإذن الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يحجر واسع ولا يضيق. نعم، كذلك يعني لم يثبت فيها قراءة معينة لصور معينة. أيه، كان يقرأ الفاتحة ويقرأ يعني ما شاء له أن يقرأ يعني. وإن كان بعض العلماء يعني استحسن أن يقرأ بعد الفاتحة في الآية الأولى في الركعة الأولى من سورة القصص، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وفي الركعة الثانية يقرأ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا استحسنه بعض العلماء، وإن كان في السنة النبوية لم يرد يعني لم ترد سورة معينة في القراءة. لهذا كما ذكرنا يعني آنفة أنه يعني هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى كما ذكر العلماء أولا أن تكون يعني هي الأوثق والأفضل وهي الواردة في السنة، أن يصلي الإنسان ركعتين يعني نافلة. ممتاز. نعم، من غير الفريضة بنية الاستخارة، ويأتي بالدعاء بعدها. طيب، أو قبلها يعني في الصلاة، قبل يعني بعد السلام أو قبل السلام. والحالة الثانية والتي ذكرها بعض أهل العلم، إذا تعذرت الصلاة جاز الإنسان أن يدعو فقط للدعاء. نعم، هذا ذكره بعض أهل العلم. لهذا كذلك أخي صلاح، من الأمور يعني الإنسان تارة دائما إذا استخار المولى سبحانه وتعالى هو الآن يبحث عن الثمرة وعن الإجابة. نعم، كثير من الناس بل عامة الناس في الغالب يعني يظنون بأن مثلا صلاة الاستخارة رؤية معينة، يعني من خلالها يتحقق هذا المنشود وهذا الطلب، ولكن هذه يعني من الأخطاء الشائعة حقيقة. فلا رؤية ولا منام ولا أحلام ولا غير ذلك، فالإنسان يعني يتوكل على المولى سبحانه وتعالى في هذا الأمر، كما قال عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم، فإذا يسر الله لك يعني هذا الأمر وسددك فيه وسهله لك فهو كذلك،
هكذا قال العلماء، يعني الأمور تتيسر لك. وإذا صرفك الله سبحانه وتعالى عن ذلك الأمر وابتعدت عنه فهذا من قدر الله سبحانه وتعالى وفيه صلاح لك. هذه إشارة من الله لهذا سيطر. نعم، لهذا العلماء يقولون بأن الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى ييسر له. إذا الإنسان قام بهذه الخطوات، يعني مثلا استخار في بنت أو استخارت في رجل، ثم مشات الخطوات، يعني الآن يعني كما نقولوا احنا يعدنا سهلت بعض الأمور. العادات نعم صح. بعض العادات نعم، لقطع الشرط مثلا، ثم الخطبة مثلا، ثم العقد الشرعي وكذا، وهلم جرى من هذا، فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وكذلك الإنسان يعني كما قال العلماء أخي صالح، الإنسان إذا لم يظهر له الخير قالوا يكرر الاستخارة مرات وكرات، بعضهم حصرها بالثلاث وبعضهم بالسبع وكذا، والإنسان يكرر ما شاء بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يتبين له ويتوضح له الأمر. فاستدلوا بحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، يعني حين أراد أن ينقض الكعبة يعني من جديد على قواعد إبراهيم، قال إني مستخير ربي ثلاثا ثم أمضي في أمري. فلما استخار يعني لما مضت الثلاث نعم عزم على أن ينقضها، يعني هذا يجوز الإنسان أن يكرر الاستخارة نعم، لما يكتفيش بوحدة. بارك الله فيك نعم. وأيضا كذلك من الأمور التي يعني تتلازم مع الاستخارة هي الاستشارة. نعم الاستشارة، والإنسان يعني يستشير أهل الخير والصلاح والخبرة. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوقين وعزم في أمره. ولهذا يقول الإمام النووي رحمة الله عليه، يقول: يستحب للإنسان أن يستشير قبل الاستخارة. من رأى يعني من حاله الصلاح والثقة نعم، لقول المولى سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فإن يعني بعد المشاورة حصل لك يعني من الراحة والاطمئنان، بعدها يستخير المولى سبحانه وتعالى في ذلك نعم. وهذا سبحان الله يعني، ولك الإنسان الآن من يستشير؟ هل يستشير أي شخص مثلا؟ لا، الإنسان يستشير الأصلح والأمثل وصاحب الفضائل والأخلاق ومن فيه يعني تؤدى وعدم تسرع، وكذلك من يعرف بصلاح دينه نعم بحكمة نعم الحكمة والصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن ولا لا إيمان لمن لا أمانة له. يعني تصور أنت يعني إنسان مثلا، إنسان يروح يسأل عن بنت، يسأل عنها رجل تاع مخدرات أو شارع مخدرات، يعني هذا سيطرد. بارك الله فيك نعم. لهذا كثير من الناس يعني للأسف الناس يشتكون من هذا المشاكل، يعني سواء في الأحياء، يعني سواء يجوا يسقسوا عن الرجل، فالناس يعني تسود هذا الرجل صراحة، يعني يحبوا يخسرون الحياة تاعو بهذا المقصود. وكذلك البنت، يجوا يسألوا عن بنت مثلا وتجد هذه البنت يعني فاضلة وكذا، يعني الناس يعني يصبغونها بصبغة يعني أهل الفجور وأهل الباطل والعياذ بالله. لهذا الإنسان يعني يحرص كي يستشير أهل الفضل والصلاح والخير والحكمة، كما قلت والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. لهذا حري بكل واحد منا أن يتعلم هذا الحديث وأن يعلمه أهله وأبنائه. يعني هذا نعم، هذا هو موضوع نقدروا نجوز مع ساعتين والله، موضوع طويل ولكن صح نعم. نخلوه ربما ايام مقبله اللي حتى نفصلوا فيه اكثر. شكرا لك شيخنا، لانه راهو جاي ايام تاع استخاره وتاع استشاره لما التلميذ يجيب البكالوريا ويختار ما بين نعم صرات لنا كامل مرينا بها التخصص توجه نعم تخصص وتوجه نعم صح راح يجي نهار راهو تكلم عليها. شكرا لك شيخنا، جزاك الله خير شيخنا حمزه الزار. دائما ما يحضر معنا نختاروا مع مواضيع اللي تهم كامل وكامل نستفادوا منها، حتى نبقاو نسمعوا فيه بطريقه كما نقولوا احنا نركزوا معاه جيدا في الدقائق اللي نمنحوها له في الدين معامله. شكرا لك شيخنا، الله يبارك، يعطيك الصحه على حضورك ويعطيك الصحه على المعلومات كذلك. شكرا لكم كذلك، انتم احلى ناس واحلى مشاهدين، لراكم باقيين معنا حتى نهايه هذا العدد. مازال وقفات ومحطات في هذا العدد الرائع اللي راح يكون ثري وغني بالمواضيع المهمه. ابقوا معنا، راجعين بعد الفاصل لمواصله مضمون صباح الشروق لنهار اليوم.
الشكر والحمد لله على هذا النعم وهذا الفضل علينا، والشكر على هذا الساعات الجميلة والدقائق الجميلة اللي قضوها مع بعض في صباح الشروق. رحبوا بكم ونقول لكم صباح الخير للناس كامل اللي هذا من فاقت اللي هذا من دارة الشروق وراهي معنا في هذا الصباح. نقول لكم ما تحطوا التليكم على الجنب وبقوا معنا، لأنه عددنا لنا اليوم راح يكون متنوع وغني وفي مواضيع جدا ما راح نتكلموا على الآفة والأخير نقول المرض اللي راهو شائع جدا وكثرت النسبة ديالو في الوسط ديالنا ألا وهو التوحد. راح نتكلموا على هذا الموضوع مع المختصة النفسانية اللي حضرت معنا، ولكن ولفتوا معنا أنه في هذه الدقائق التوقيت المحلي للمطبخ، لأنه هذا الوقت يا شيف نديم منهم الوالدة تاعي تنوض وتخمم واش راح نطيب اليوم فطار، فمليح اليوم في هذا الوقت نطلع عليهم بالأفكار والأطباق اللي دائما ما تقترحهم علينا. صباح الخير نديم. صباح الخير. صباح الخير مشاهدينا الكرام. يا هدرا خلا راهي فلفل وحرور صباحنا المنو عجب حالة لاباس هذا برك مكان نحوه ولكن ما نقدروش تفضل نادم هنا وشنو؟ اليوم حنا لهنا نديرو تكتوكات عطنا هجرة هي قديمة شوية نعاود كما قلت لك عاود تحيتها باش نعاود مودرنيزي ما خليتها على طريقة حتى تقليدية تخيل هذه كيما كوش كامل وش كاين في الدار كنا ناكلوها بكري صح 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 هنا حنديرو لا شارلو تاع الفلفل والقرعة حتى انا في الوانسي تاع كيما نقول لك الفلفل لازم نوظفوه بزاف طرق باش تبروفيتيو منه كيما صالح ما يحبش الفلفل شويه انا نحب الفلفل شويه لا بنا هذا يجي شغل انغراتا يجي يجي بنين بافيون لاشي اليوم دير في كونفيونس اليوم لا عندي ثقه فيك اليوم ولا هنا عندنا راموس تاع الدلع دلع وقت كيكون دوكا دي فوا نشوف دلع نسيبوها صامطه ماشي بنينه هكذا ولا نروحو نرموها ولا نخلوها هكذا نزيدو نوضفوكم من موس نقدروا نحضروا ما كيجوك ديزانفيتي ولا تحطها حاجه بريزونطابل صح مزيان درت هذا الدلع نديم باسكو في الوقت اللي رانا فيه كاين حاجه اللي راهي ظاهره بزاف ودائما منحذروا منها هي الطريقه تاع القالب هذيك يفتح لك دلاعه ويحط لك البرش تاعها هذه مختصي التغذيه حذروا منها حتى الناس اللي تعمل في الصحه تحذر من هذا الشيء لانه كابل هذيك المرصه تاع الدلع اللي كان خارج راح يتسبب بامراض صح بعافينا يلا نبدا على بركه الله عندنا لهنايا كيلو تاع البطاطا عندنا لهنا كيلو تاع الفلفل راهو معك عندنا حبه تاع طوماطيش زوج حبات ثلاثه طوماطيش الدرسه عندنا واش فيها عندنا درت لهنا شويه هريسه وشويه طوماطيش وعندنا الثوم اوكي واش نديرو عندنا نرحيو هذيك الطماطم والهريسه والثوم نرحيهم مليح نضيفوهم نحطوا البطاطا هي الاولانيه نديرو شويه تاع الزيت شويه تاع الملح ما نديروش فلفل كحال في لي صوص وجه هذوما ما نديروش عندنا شويه تاع الملح والدرسة والبطاطا هي الأولانية نمرقوها شوية نخلوها البطاطا خير يدخلها طياب حنا الفلفل تاعنا اللي كنا شوينا واش نديرو نزيدو نضيفو هذاك الفلفل نقطعوه مكعبات نحطه فوق هذيك البطاطا كي يكون دخلها شوية طياب ونزيدو لها الطماطم نخلوها على نار قليلة خاطر هي كطيب في الفخار هادي حنا دوكا ما كانش الفخار خاطر الفخار يزيد لها بنا كما نقولك بزاف كما نقول حنا واش نديرو نطيبو على نار قليله ومن بعد كي طيب نحسو كاع الخضره هذه تكون طابت صافي البطاطا تكون طابت والطوماطيش تكون دبال ديجا الفلفل راهو ديجا طايب طيب صح نحنا واش كي نشويوه نديروه دائما في بابي فيم ولا ساشي ولا باش حنا باش يعرق باش يتقشرنا فاسيلمون نضربو عليها البيض ونخلوها على نار هاديه نغطيوها باش البيض تاعنا يتنفخ والتوكتوكه تاعنا راهي جاهزه الله يعطيك الصحه شاهدني وشاهد المشاهدين تاعنا بالجنه قبل ما ندوزوا للطبق هذا هذه مقبله ياك نتفاهموا قبل ما ندوزوا للطبق تاعنا على بالك اللي كاين مكالمه الهاتف يرن يلا نستقبلوا مكالمه في هذا الصباح صباح الخير مرحبا الو صباح النور صباح الخير مرحبا صباح النور كي راكم غايه والله الحمد لله وانتم لاباس لا بارك الحمد لله واش راك الحمد لله سؤال عليكم انتم لاباس لا بارك الحمد لله صباح نديم الشيف نديم راهو هايل عباك اليوم حط لنا غير الفلفل والحاله راهي ما نحكي لكش هاكي تشاهدي انا نشوف يعطي الصحه والله غير مشكور على الكلام اللي واش راه يقدم يعطي الصحه اليمين تاع البارح جربت الكبده اللي دارها والله خرجت بنينه بزاف يعطي الصحه حبيت نشكر على الكبده اللي دارها البارح الكبده ولا السلق واش عجبك اكثر البارح كانت لنا الجفنه تاع الكبده الله الله ها الطبق تاع الكبده هايل هايل انا جربته في الليل جميل بزاف يعطيه الصحه صح وهذاك الطبق تاعك نشكر ربي بزاف نقول له ربي يخليك لنا ربي يحفظك ونتمنى له النجاح والتالق في المشوار تاعه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا الله يسلمك هاك شبعت دعوه مع الصحه حاجه مليحه جدا عرفينا بك حتى نتعرفوا بك
معكم كريمه من كلمتين. اهلا بك سيداتي، على بالك البارحه الشيف نديم لطيبه قلبه وحنا انتم علينا هذاك الطبق يجي حار، والبارح ما درولناش حار، سي فري صح؟ صح. منين انت البارح كان بزاف واري يعطي الصحه، وثم نقول له ما قليل عليه يعطي الصحه ربي يحفظ له يديه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، يهدر سيدي. ما غير تعلمنا منه بزاف، حنا نبقى نشاف ما من هنايا يعطي الصحه، انا فكفقت باللوز اللي دارها فقال نشاف زعما يعطي الصحه. الله يسلمك ربي يخليك ربي يخليك ان شاء الله. الله يسلمك. شف نادم نقدر نخليكم انا ايوا. ربي يخليك ربي يخليك، ولكن اليوم النجم راه الشف نادم معاك ها؟ حسب واش راني نشوف. الشف نادم على ابريل اليوم ديجا راني معايا طاستي في الشف نادم باش نقول له يعطيك الصحة الطبق تاع البارح. ربي يخليك ربي يخليك ربي يخليك صح. ولا السيس هذه تاعو تاع الدلع شفتيها؟ قال لك الدلع لما نشوفه قارص نقدروا نردوه مشروب ياك ولا خلاص اليوم خمس على شكل قلت لك قول عليه تتعلم من بزاف صالح صالح ما كناش نعرفوه ما عرفناهم مع الشيف نادين يعطي الصحه. ربي يخليك يا درا، واش حبه واش حبه تشوفي معنا في المطبخ؟ كاش طابق حبه تعرفيه اكثر مع نادين كاش؟ ها الصون تاع الكوشه، وكان يدير لنا الصون تاع الكوشه. وشنو تاع الكوشه؟ الصون الصون تاع الكوشه. ايه ان شاء الله غدوه ان شاء الله نديره لك. يعطيك الصحه والله غير يعطيك الصحه. شوفي داكش عندك كاش واحد راهو في الجزائر العاصمه وجاي لتلمسان نبعثوا لك معاه، قولي لنا برك. ما عرفتش بيكم عرفوا العين عندي لتلمسان. ربي يخليك ربي يخليك. شوف انا ما عنديش بزاف، كنت في تلمسان وما شاء الله على ناس تلمسان. يعطيك الصحه ربي يخليك. والله ما حدا بيكم كامل طاقم الشروق ما حدا بيكم عندنا في تلمسان، يعطيكم الصحه راكم والله راكم منسينا. استفدنا منكم ما من طبخنا من مواضيعكم ما تعلمنا منكم بزاف صراحه، باش ما نشكركم قليل عليكم. ربي يخليك، هذا بفضل دعمكم وحبكم ودائما الثقه ديالكم. شكرا لك. يسلمك خويا يعطيك الصحه. شكرا لك. وبلغ لي تحياتي للزهره. سلم عليها. الوراق راهي خاطيتنا هذه اللي خلت علينا خاويه. خلتني قفه بلا يدين كما يقولوا. المهم تكون بخير وعلى خير، نتمنى لها الشفاء. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. نقول لك يعطيك الصحه ونتمنى لك النجاح في المشوار تاعك ونزيد من التعلق. ربي يخليك. ثاني يعطيك الصحه على شرف قدم لنا. ربي يخليك شكرا. نشكرك بزاف ونخليكم. ربي يخليك ربي يخليك، مع السلامه. شكرا لك. هكذا هكذا نحبوا، شكرا لك، هكذا نحبوا نفتحوا صباحنا مع الناس اللي هكذا عندهم حيويه وعندهم طاقه ايجابيه. مليح نبداو هكذا اليوم تاعنا. يطلعوا لك المورا بدعاوي الخير والمورا اللي يطلع. شكرا لك ونتمناو الشفاء لزهره. زهره عباك زهره خلتني نص في المطبخ والبارح معك هنا، لقيت روحي وحدي ما عرفت واش ندير كامل، ولكن سلم عليها بالصحه وان شاء الله ترجع لنا بصحه جيده وقويه هكذا باش نشوفوا ضحكتها والطله تاعها الجميله في صباح الشروق. هذا نرجعوا لهنا طلعوا لك المورال دوكا تقدر هنا تبدا. الله يرزقك. تفضل نادين. نحطوا لهنا عندنا لا شارلوت تاعنا، شارلوت اللي حنقدموها بالفلفل والقرعه. حنا نحموا، حنا دائما نحموا الطبق اللي يدخل للفرن. الكراتان هذا نعرفه. نحكموا الفلفل تاعنا اللي كنا قليناه لهنا. هذا ماشي فلفل. هذا فلفل. خذ لك الفلفل كاع. ها وجن ها من انا صح الشيف نادين يما فرحانه بيا. عندنا لهنا القرعه تاعنا اللي كنا قطعناها شرائح وقليناها، درنا لها شويه تاع الملح باش ما تجيش صامده. عندنا لهنا الفلفل اللي كنا قانيت شويناه هنا وحنا درناه في الفرن، نديرو الاولانيه. اي بيان. هنا اللي كنا درناها في الفرن واش درنا له؟ مسحناه بشويه تاع الزيت ومن بعد حمرناها في الفور، كي خرجناه درنا له درنا في ساشي تاع النيلون شو كيتقشر، يتقشر لنا فاطيل معنا. يتجبد وحده. يتجبد وحده. أنا بلا ما تخليه ما شغل ما تخليه ما والو، ما تقعدش تضيع كما نقول في الوقت تاعك والزيت وكل. هذه لاستيس. صافي ديروا مسحوا شويه تاع الزيت ديروا في الفور، غير تخر ديروا ساشي يتقشر لنا فاطيل. واش نديروا؟ نحموا الفلفل تاعنا، نديروا احنا كما احنا نقولوا جهه نديروا القرعه. جهه نديروا فلفل هكا طبقات باش تجي شغل الالوان فلفل قرعه فلفل قرعه حتى نغطيو كاع لو تور تاعنا. نحلوها كامل الداخل الخلطه الاخلانيه واش فيها. عندنا لهنايا كميه تاع لهنا درت البولي اشي على مش الفلفل، نعرفوا الفلفل القرعه يتلقوا الماء. صافي احنا واش نديروا؟ لازم نديروا حاجه اللي تنشف باش تجينا شغل ان غاتا ناشف ما يجيناش بزاف هنايا. درنا لهنا كميه تاع الروز. صافي واش نديروا؟ هنا عندنا 500 غرام تاع البولي اشي اللي درنا له حبه تاع البصل شويه تاع المعدنوس ملح وفلفل الكحل وقليناه مليح حتى طابنا. عندنا لهنا كاس تاع الروز، عندنا شويه تاع المعدنوس، عندنا جبن ابيض وكميه تاع الزيتون. هادو ما نخلطوهم كامل في ان ريسيبيون، نزيدو لهم البيض
هذا البيض هو اللي حيشدنا لاشارلو تاعنا، ومن بعد نفرغوا هذاك الخليط كامل لداخل. حنا عفوا قبل ما نستفوا هذا الخليط تاعنا نديروا شويه، درت هنا صلصه طماطم اللي فيها طوماطيش والثوم باك، شويه رنشه زعتره والملح فلفل الكحل وشويه العكري. هنا نفرشوا شويه صلصه طماطم، نفرشوا هنا كامل الفلفل والقرعه ديالنا، نديروا هذاك الخليط تاع لا فيونداشي والفرماد والبيض والروز وشويه معدنوس كميه تاع الزيتون، نفرشوا نعاودوا نغلقوها وندخلوها في الفرن. كي تخرج نعاودوا نسقيوها بهذيك لاصوص غوج ونزيدوا لها جبن مبشور. توسكي الكراكه يروح مع الجبن مبشور. مور ما تخرج من الفرن طبعا، لانه مش على خاطر كنديروه من الاول يبس. صح. نعم، وحنا حنقلبوها على شالوت انا صافي شغل تنقلب، هي كي تنقلب باش نديروا لها الفرماج تاعنا، ندخلوها تحمر ليجيرمون كيما نقولوا باش يدوبك الفرماج. غنعرفوا كان ندخل الفرماج يولي يابس بعد بعد ما تقدرش ما تقدرش. الله يعطيك الصحه نديم، باسكو انت تهضر وانا راني نتصور فيها كيفاش تخرج. نعم ما نتصورش كل يوم بعد نشوف. ها ندوزوا للاموس ديالنا تاع الدلاع. حنا لاموس تاع الدلاع واش عندنا؟ شكرا. حنا عندنا لاموس تاع الدلاع، حنا عندنا كيما حنا نقولوا 50 500 غرام تاع الدلاع. واش نديرو؟ نرحيوها نكسيوها كامل وبعد نصفيوها في الصفايه. واش نديرو؟ نديرو كيلة تاع لا شونتيي. هنا عندنا كيلة تاع البودرة شونتيي. واش نعوضوها بكيلة تاع تاع هذاك لو جو تاع اللي عصرتو اللي عصرناه. صافي نعصرو ونصفيوها. وهنا واش ضفت لها؟ هنا ضفت لها زوج علب تاع ياغورت ناتشورال. ياغورت طبيعي. ياغورت طبيعي على باش يمد لنا هذيك الخفة هذيك، ديجا هي تجي خفيفه شويه تجي مليحه، صح كيزيد لها هذه مدلنا هذاك الكول شغل تجينا خفيفه. لا موسكي تاكلها شغل كما حنا نقولوا ما تقهمكش وما تشبعش منها. والسكر؟ ديجا لا كريم شونتيي حلوه. حلوه صح. وهنا يد اللعاب راهي سامبا شويه كما كما دخلناها من قبيله، ما كانتش شغل لازم تكون حلوه بزاف. خير بيان. هذه باش يمد لنا تعادل. وهنا على درت ياغورت ناتور ما يكونش حلو هو ديجا. باش على ما تجيناش حاجه حلوه. ما فيهش نكهه يعني. ما فيهش نكهه خاطر على باش نكارديو النكهه تاع الدلاع الداخل المذاق تاعو. ولا شونتيي ديجا هي فيها الحلاوه هذه. فيها الحلاوه. يعطيك الصحه شيف. يعطيك الصحه انا نخليك هكذا. المورال تاعك طالع على بالي. تفضل لنا. حتى نخليك تبدا. وانا الان ندوز لواحد الموضوع يا نديم رانا نعانيو منه كامل ونشوفوا باللي في اعراض بزاف وفيها الكثير من الكلام اللي يقولوها عليه هو التوحد. مع الاسف اطفال بزاف نشوفوا عندهم هذا المرض وعندهم هذا الاعراض ديالو، ولكن ما نعرفوش كيفاش نتعاملوا معاها الاساليب ديالها. هذا كامل ربما نقول ربما لانه اخصائي راه هنا تاكد هذا الامر ولا لا. لا شاشات الاطفال اللي راهم مع لي طابلات وشاشات، ولكن نعرفوا هذا الشيء. كيف بك في دارك مع المختصه النفسيه ديالك؟ وين في دارك؟ يلا عاودة لكم انتم يا احلى ناس واحلى مشاهدين اللي تختاروا دائما تبداو نهاركم مع صباح الشروق. اليوم صح عملتم مليح لانه كل مواضيعنا مهمه وكل مواضيعنا تعطيكم نوع من الفائده ونوع من المعلومات. هذا الموضوع اللي حنتكلموا عليه الان حساس جدا ومهم جدا، والمجتمع الجزائري راهو كغيره من المجتمعات راهي بدات تكثر فيه هذه الحالات مع الاسف، لتختلف اسبابه وتختلف اعراضه، ولكن النتيجه واحده مع الاسف هو التوحد. حتى نتكلم على هذا الموضوع تحضر معنا المختصه النفسانيه السيده اميره بن علجيه. صباح الخير، مرحبا بك. صباح النور. مرحبا بك. شكرا على الاستضافه. بعد بسم الله الرحمن الرحيم نطرق اليوم إن شاء الله لموضوع التوحد اللي من المواضيع المنتشرة واللي لازم نعطيوها أهمية كبيرة. صح. مع الأسف نشوفوا في الزمن اللي فات ما كنا نسمعوا به، ما بيش إذا كان قليل ولهذا السبب ما سمعناش به، ولا الآن اللي أنا نشوفه العديد من الناس تكلم عليه والعديد من الجمعيات تنشط فيه والعديد من الكلام عليه اللي بدينا نسمعه فيه. فهل هذا الأمر موجود منذ زمن هنا في الجزائر، هذه الكلمه هنا في الجزائر، ولا ظهر مؤخرا؟ التوحد موجود في العالم كامل، كامل. ويصيب الفئات كامل ويكون في كل العائلات. طيب. في كل الطبقات. التوحد نوضحوا المفهوم تاعو. عرفيهن طبعا. هو اضطراب نمائي يصيب يظهر على الطفل خلال خلال الثلاث سنوات الاولى من عمره. اسمه هنا المرحلة تاع العمر من ثلاث سنوات يظهر التوحد كيكون عندنا تشخيص، لكن كان عندنا التشخيص المبكر راح نكتشف الطفل هذا خلال ثمانية الأشهر الأولى من عمره.
نوضح هذه النقطة للأمهات، بس كيوقع عندهم خطأ. يقول لك مثلا الطفل تاعي كان عادي كيوصل 7 سنوات ولا متوحد. هنا لا لا، مادام الطفل تاعك كان سليم خلال المرحلة العمرية تاعو حتى نوصل 7 سنوات، هنا راهو طفل سليم. كما نقولوا ظهر عنده اضطراب ولا تعرض لصدمة نفسية، هذاك المشاكل ولا الصدمة هما اللي خلاوه كما نقولوا يتعرض ل يظهر التوحد. لا يتعرض للعزلة. هي كي تشوف العزلة هذيك والانطواء تقول لك ولدي راه متوحد. لا لا، اليوم نوضح الامور. هاي تفضلي. هنا نقول لهم باللي التوحد يظهر على الطفل خلال السنوات الثلاثة الأولى. كاينة مجموعة من الأعراض هي اللي تخلي لنا نفهموا باللي هذا الطفل راه مصاب بالتوحد. هذا العمر يعني مثل 6 سنوات. هذا الاضطراب يؤثر على وظائف المخ مما يؤثر على نمو الطفل، وتظهر على الطفل مجموعة من السلوكات السلبية والسلوكات النمطية المتكررة، وكذلك نقص في التواصل والتفاعل مع المحيطين به. ثم كيكون الطفل عنده توحد راح تظهر عليه مجموعة من الأعراض. دوك نتطرق للأعراض اللي هي تخلي الأم ولا المعلمة ولا المربية في الروضة تفهم بلي هذا الطفل راه مصاب بالتوحد. هنا كي تلاحظ الأم هذه الأعراض تحاول تتوجه للبسيكولوج ولا تتوجه للبيدوبسيكياتر، الطبيب المختص بالأمراض العقلية للأطفال، باش يعطي لها التشخيص. بعد ما يعطينا التشخيص نديروا خطة علاجية خاصة بهذا الطفل. طيب دوك نتعرضوا للأعراض اللي توضح لنا أنه هذا الطفل مصاب بالتوحد. ممتاز. عندنا مجموعة من الأعراض، عندنا أعراض إذا الذات باي اكزومبل يعض الكور تاعو، يعض يديه، يدي نفسه يعني، يدي نفسه إذا الذات يعض الكور تاعو، يعض يديه، يخبط راسه في الحيط، يبكي بكاء غريب وبكاء شديد، نوبات غضب غير معروف السبب، الضحك الهستيري ثاني. هذه قبل 3 سنوات في هذيك الفترة، هذيك الفترة كامل تبان عليها الأعراض، دوران حول النفس بصفة غريبة، يبقى غير يدور النهار كامل ما يغلبش يعني خلاص. تصرفات ماشي نورمال ماشي طبيعية. نعم صح. كذلك نقص في التفاعل، نقص في التواصل. يكون عنده بار اكزومبل نقص في التواصل البصري ولا النظرة الجانبية. كان النظرة الجانبية من الصفات اللي تميز الأطفال المتوحدين. كذلك نقص في التفاعل مع أقرانه، ما يعرفش كيما نقولوا كي نحطوا لهم مجموعه من الالعاب باش يلعبوا، ما يعرفش الدور تاعو، ما يعرفش هاللعبه كيفاه راح يلعب بها، ما يعرفش المحيطين به، عايش في عالم الخاص به. المتوحد هو طفل عايش في العالم الخاص به. كذلك نتف الشعر من الاعراض اللي تظهر في ايذاء الذات، استعمال الوسائل الحاده في ايذاء النفس، تكرار كلمات ومقاطع غريبة غير مفهومة. هذا كامل نقص تركيز والانتباه، هذا كامل مجموعة من الأعراض اللي تبين باللي الطفل متوحد. كاينة حاجة ثانية نضيفها كإضافة، عندنا النمطية هي الصفة المميزة للمتوحدين. وش معناتها النمطية؟ يسمى يكرر هذاك الفعل بطريقة سريعة وبطريقة شديدة. نجيب مثلا نهار كامل هو يكرر في هذاك السلوك. باغ اكزومبل من بين الافعال ولا السلوكات النمطيه الرفرفه، المشي على اصابع الاقدام، دوران حول النفس، ولا التمسك بلعبه. تكون مثلا يكون عنده مثلا كاميون، نهار كامل هو يلعب بهذاك الكاميون بدون ملل، ما يقبلش التغيير، يتمسك بهذيك الحاجه الخاصه به. ونلاحظوا باللي التوحد يصيب الذكور اكثر من الاناث. هل هذا امر عنده علاقه بالربما الجينات ولا هذه دراسات داروها باللي اكدوها باللي الذكور راح يكون نسبه الاصابه تاع الاناث تاع الذكور اكثر من الاناث. هذا كامل مجموعه من الاعراض كي تشوفهم الام ولا تشوفهم المربيه في الروضه ولا حتى المحيطين الناس اللي قريب عليه اللي يتعامل معاه، راح يتوجهوا يحاولوا يوجهوا هذا الطفل بسيكولوج باش يدير تشخيص تاعو ويحط خطة علاجية نعالجوا بها السلوكات السلبية، ونحاولوا نزيدوا كما نقولوا الثقة في النفس، نديروا ان بلان دو ترافاي. باسكو التوحد
يختلف من طفل لاخر. وكان نجيبوا مجموعه من الاطفال هنا المصابين بالتوحد، كل طفل والعرض تاعو وكل طفل والحاله تاعو، ما كانش حالات تختلف الحالات. طيب استاذه اميره بن علجيان، ربما في هذه الفتره تاع ما حتى 3 سنوات نشوفوا هذه الاعراض، نقولوا باللي اوكي ربما فيها اعراض، ولكن في امهات في اباء ينكروا الامر، يقولوا لا ما يتقبلوش الامر ان ولدهم ولا بنتهم عنده هذا الاضطراب، فهل هذا التقبل هو اول خطوه نحو التعامل معه ولا العلاج دياله؟ نعم، انا تصادفت مع العديد من الامهات والاباء ما همش متقبلين، تقول لك الطفل تاعي راح يرتاح، راهو ما عندوش توحد، راه عنده تاخر الكلام، راه عنده برك سلوكات سلبيه بصح بشوي يرتاح، راهم هكا كانوا جدود وكانوا عمامه، اسلوب اسمه نكر، ما تتقبلش هذا الوضع. بصح انا نحاول نوضح للامهات انهم يتقبلوا، هذو ابتلاءات للتربي سبحانه، ما الانسان يحاول يكون قوي، يواجه، يحاول يكون بلاكس، كيما كي تتقبلي هذا الاضطراب وتعالجي الطفل تاعك راح توصليه انه يقدر يقوم بالوظائف الحياه تاعو. صح نقولوا باللي انه العلاج ما يكونش كيما نقولوا علاج التوحد، ما عندوش علاج نهائي، بصح عنده علاج انه توصلي مع الطفل انه يتغيروا السلوكات السلبيه، ينقصوا السلوكات السلبيه، ينقصوا الحركات النمطيه، ما تحاول تنقذ الطفل تاعها انه يولي طفل يقوم بالوظائف تاعو العاديه، باغ اكزومبل محافظه على نظافه الجسم، صح، غسل الاسنان، الاكل بمفرده، هذو كامل تقدر الام اساليب تتعامل تعاون بهم الطفل تاعها باش توصلوا انه يعتمد على نفسه في امور. طبعا، وغالبا ما نشوفوها انه فيه اطفال اللي يعانوا من التوحد ويتم تدارك الامر في وقت مليح، يعني في وقت ماشي متاخر، فلما يتداركوا الامر تلقاي هاد الاطفال اللي يعانوا من التوحد نوابغ وعندهم موهبات خارقه. نعم، كاين اطفال اللي عندهم التوحد مي هما كما نقولوا عندهم نسبه ذكاء، صح، هنا الام كي تشوف الطفل تاعها عنده هاد الاعراض تتوجه للبسيكولوج باش تخدم معاه لو تيست تاع لو بونوم، هاد لو تيست نخدموا به باش نقيسوا نسبه الذكاء للطفل، هنا قدر نلقاو باللي الطفل هذا نلقاو عنده نسبه ذكاء مليحه، كيما نقدروا نلقاو طفل متوحد وعنده ان غوتار مونتال. اسمها كاين حالات اللي عندهم روتار وكاين حالات اللي اذكياء ما شاء الله، عندهم مواهب باغ اكزومبل في الرسم، مواهب في الكتابه، عندهم مواهب ما شاء الله. صح، هذا التوحد من نوع الاسبرجر، توحد الذكي، يكون عنده كما نقولوا ثقافه على الحيوانات، يحب يتامل في الطبيعه، يحب يكتشف، مي عنده اعراض الخاصه بالتوحد. استاذه اميره بن علجيان، ذكر انه المشاهدين انه الرقم تاعنا تاع المباشر راه مفتوح الان، تقدروا تدخلوا معنا اذا كان عندكم اي انشغال في هذا الموضوع. نحب نرجع لك من خلال العمر، دائما هو مقياس في التوحد، ولكن وقتاش نقدروا، قلتي انه من 0 لـ3 سنوات نقدروا نعرفوا الطفل هذا اذا عنده توحد والاعراض تبان، ولكن وقتاش الحد تاع العمر اللي لازم ما نفوتوش حتى نقدروا نتعايشوا معاه؟ حتى من احسن 3 سنوات، هو التشخيص المبكر يكون على 18 شهر. 18 شهر، اوكي. هنا الام كي تبدا في الخطه العلاجيه بعد ما ظهرت السلوكات النمطيه والاعراض على الطفل تاعها، تتوجه للخطه العلاجيه مباشره، تتقبل الوضع وتتوجه للعلاج، راح تكون نتيجه. بصح لكن الام نكرت وما عطاتش الاهميه للاعراض والحاله اللي راه يعاني منها الطفل، هنا راح يكون التشخيص ما نقولوا بعد مده زمنيه طويله، العلاج راح يتعطل والنتيجه راح تستغرق وقت اطول. صح، كنت ذكرتي منذ قليل انه العلاج ما فيش علاج نهائي. نعم، يعني الطفل هذا ما يقدرش يبرم التوحد ديالو؟ لا، ما كانش علاج نهائي، مي تحاول الام انها تسعى توصل الطفل تاعها انه يتعلم الاساسيات. أيه. كاينين اطفال مصابين بالتوحد بصح الامهات سعوا وعالجوا الاطفال تاعهم ووصلوهم انهم حتى دمجوهم في المدارس، دمجوهم يقراوا مع ابتدائيه عاديه واكماليه عاديه. كاينين ابتدائيات يقبلوا الاطفال من فئه التوحد يدمجوهم، مي هنا المعلمه لازم تمد لامبورتونس للطفل هذا، لازم تعطيه واجبات اكثر. كاينين طرق واساليب وخطط علاجيه لازم تستعملهم الام باش تحاول تعاون الطفل تاعها. هذه الطرق العلاجيه وهذه الاساليب قوليهم لنا بالتفصيل حتى نفهموا ونحلوا هذا الامر.
من بين الاساليب المعامله والخطط العلاجيه اللي لازم تقوم بها الام أوكي. عندنا مجموعه من الخطط. نبداو بالحاجه الاولى باش نوصلوا للاستقرار، نوصلوا للستابيليتي. واش معناتها؟ لكان عندنا الطفل اجيتي ولا عنده فرط الحركه والنشاط، هنا لازم الام تتوجه للبيدوبسيكياتر، لطبيب الامراض العقليه المختص بالاطفال. هنا راح يعطيه دي كالمون، علاج دوائي، يعطيه دي كالمون، يعطيه تراتمون الخاص باش يخلي هذاك الطفل في حاله استقرار. لكن كان يبكي ويخبط ويعيط، هنا كيتناول هذاك الدواء الخاص بالحاله هذه راح يوصل الطفل لحاله استقرار، باش نقدروا نخدموا معاه، باش تقدر البسيكولوج تخدم معاه، باش تقدر حتى الام تخدم معاه. كاش حل اخر لازم مباشره ادويه ولا ماشي كامل الفئات اللي لازم يتعرضوا للدواء. كي نهضروا على الطفل اللي الحاله تاعو هي نهضروا على الطفل الحاله تاعو كيما نقولوا شديده هنا عنده البكاء بدون سبب، عنده فرط الحركه والنشاط غريب، هنا لازم له ادويه خاصه. طبيب الامراض البيدوبسيكياتر هو المسؤول على هذه الادويه. كذلك لازم الام تتوجه لطبيب الاعصاب باش دير تحليل الكهربائي للدماغ، باش نشوفوا اسك الطفل هذا مصاب بالصرع ولا لا، بس كاين علاقه بين الصرع والتوحد. هنا كي تشوف النشاط الكهربائي للدماغ للطفل، لكان كان صرع لازم الطفل يتناول دواء تاع الصرع. هنا نحكيو على الحالات اللي لازم يتقدم فيهم الدواء. ما في حاله ما كان الطفل مصاب بالصرع، في حاله ما كان الطفل مصاب بفرط الحركه والنشاط، هنا لازم التوجه للعلاج الدوائي. وكاين علاقه ما بيناتهم لما نقول نتكلموا على الصرع ونتكلموا على التوحد، كاين علاقه مباشره بينهم؟ التوحد من نوع كانير، نجد الاطفال اللي مصابين بالتوحد من نوع كانير عندهم صرع وروتار مونتال، من بين الاعراض اللي تبان عليهم هما عندهم تخلف ذهني ومرض الصرع. نسمى العلاج دوائي هنايا عند طبيب الاعصاب نوغولوج. هنا هذا العلاج الدوائي، نتوجه ثاني للعلاج باللعب. هنا هذا خير، انا نفضل هذا الاطفال اللي عندهم توحد خفيف على حسب الحاله. دوكا الام لازم دير تشخيص صحيح للطفل تاعها باش تعرف الحاله اسك راهو شديد ولا بسيط ولا اي حاله راهو يعاني منها الطفل تاعها. كيفاش يكون هذا؟ العلاج باللعب انها تسجلوا في النوادي الخاصه بالسباحه، تحاول تفت لكن عنده مواهب باغ اكزومبل كيما كنا نقولوا موهبه الرسم تسجلوا في النوادي باغ اكزومبل تاع الفنون، اللعب بالمسدسات باغ اكزومبل المائيه، اللعب بالرمل، اللعب بالكرات. في الجمعيات تنشط في ركوب الخيل. نعم جدا. نعم ركوب الخيل حتى هو من العلاجات الاساسيه والفعاله. كذلك العلاج بالكره، تجيب مجموعه من الكرات تحطهم، منها راهي تنعتلو لي كولا وراهي تعالج فيه باغ اكزومبل. هذه لونها اصفر لونها احمر، راهي تقدم علاج وتعليم. يعني فيه علاج لو تكون فيه متابعه. نعم لو كانت تكون الام مهتمه بالطفل تاعها وتعطي له الاهتمام راح تكون توصل معه النتيجه، حتى وتسجلوا في جمعيات، تتبع مع حصص عند البسيكولوج، هنا راح توصل النتيجة فعاله. ثم الامر ليس بخطير لو ندركوه في وقته ونتعاملوا معه. نعم لو كان تتفاعل معه وتسعى للعلاجات راح ان شاء الله تكون النتيجه مع الطفل تاعها. جميل جدا، ولكن كل هذا يجيب بعد التشخيص. نعم طيب. التشخيص هو الاساس. ممتاز، استاذه اميره بن علجيه مازال حاضره معنا، ولكن نستقبلوا مكالمه الان. نعم. حتى نشوفوا التدخل تاع احد المشاهدين. الو صباح الخير. انقطعت المكالمه، كان فيه تدخل استقبلنا على المباشر، هاوليك الرقم ظاهر امامكم الان، ممكنكم التدخل معنا لاي ربما استفسار حول هذا الموضوع اللي نتناولوا عليه. نذكروا اننا نتناولوا موضوع التوحد والتعامل معه والعلاج ديالو مع المختصه النفسانيه اميره بن علجيه. معنا مكالمه اخرى. الو صباح الخير، مرحبا. صباح النور خويا، كراك؟ والله الحمد لله، وانتم لاباس؟ تحيه كبيره للناس الشروق وحصه الشروق واللي منورينا ومعاونينا في تربيه اولادنا، تحيه كبيره لكم. ربي يخليك. تفضلي لو عندك تدخل في الموضوع الاستاذه حاضره معنا. تفضلي. ام محمد معك، انا نبغي نهدر على ولدي. ولدي عنده 9 سنين. 9 سنين؟ نعم. تفضلي. ولدي عنده 9 سنوات. راح عاود لي السنة الثانية للثاني مرة، شكيت ممكن يكون عنده التوحد، بس علاه ما يقبل حتى واحد يضرب الغريوين اللي دايرين به. هذا الشيء كي زقوا عليه ولا يدير يديه عند ودنيه.
هو زعما حنين وكل شيء بصح هذا المشكل تاعه ما بغاش يتقبل لي الغراوي اللي يقرا معاه في اللي يكون ما يندمج لي ما يندمجش مع المعلمه ومع المعلمين. هذه نقطه بغيت نقولها لكل معلمه تقي الله في الاطفال الغريان. انا كي نعطيه لك تقريه لي ما تقولي ليش انا ما عنديش وقت لولدك. والله العظيم ما خصتش كي نقول برك ما تقبلوه ليش في اللي يكون. انا بغيت نقول طبيبه اسكو ولدي نديه ندير له عن طبيب نفساني ندير له لي راديو على راسه ونشوفه ونتبعه ولا هذه حاله طبيعيه. سيدة أم محمد فقط قبل ما تقطعي المكالمة قطعت المكالمة مع الأسف، ولكن ما عرفناش من أي ولاية حتى فيه بعض الولايات اللي مع الأسف المدرسة الابتدائية ما كانش مستشاري توجيه ولا اللي يتعاملوا معها هكذا حالات. فاليوم في عمره 9 سنوات أنا حبيت نعرف أسك شخصاته من قبل ولا لا. مع الأسف انقطعت المكالمة، كان حبينا نعرف إذا كان شخصة الحالة من قبل ولا لا. قالت بلي 9 سنوات سنة ثانية ابتدائي عاودها وعنده تصرف عدواني ما يندمج مع الأطفال، وحتى المعلمة تاعو في الابتدائي شافته هكاك ما يتفاعلش معها فدرته على جنب. دوك هنا لكان الأم شخصة الطفل هذا من قبل وقالوا لها توحد، هنا راح نمشيو على أنه الطفل مصاب بالتوحد. لكن ما شخصاتوش من قبل وتسع سنوات قادر نقولوا عليه باللي عنده مشكل في صعوبات التعلم. رافض المدرسة، رافض الاندماج، رافض التعلم، عنده صعوبات. هذا من انواع التوحد؟ لا هذا اضطراب اخر. ممتاز. ما بغيت نعرف اسك شخصاته من قبل، لكن شخصاته كان عندها باللي قالوا لها باللي هذا الطفل تاعك راه مصاب بالتوحد. هنا راح نخدمه على اساس مصاب بالتوحد ما نقعوش في الخلط. لكن ما شخصاتوش والطفل تاعها كان سليم من قبل باسكو 9 سنين راه كبير. يا لحسب ما فهمت انه اكتشفت هذا الامر ولا شفت باللي فيه خلل لما عاود السنه الثانيه ابتدائي مرات. قادر يكون صعوبات التعلم. مي انا نحاول للاسف احنا ما عرفناش اسكو تشخيص ولا لا لا. مي نحاول نقولها من الاحسن تدي الطفل تاعها نورولوج، دير له راديو تاع الاو او جي. أعصاب. نعم نورولوج طبيب الاعصاب باش نشوفوا اسك عنده صرع ولا لا لا. لا لا باسكو حتى الصرع عنده تدخل في صعوبات التعلم. أيه. هذه اول حاجه تقوم بها. زيد تدي الطفل تاعها الطبيب المختص في الامراض العقليه للاطفال بيدوبسيكياتر. هو راح يعطيها تشخيص صحيح اسكو هذا الطفل عنده توحد ولا لا لا. ممتاز. نزيدو نشوفو حتى لا في تاع البسيكولوج من خلال السلوكات والحركات اسكو كاينه حركات نمطيه ولا لا لا. باسكو الحركات النمطيه هي الصفه اللي تخلينا نعرفوا هذا الطفل انه مصاب بالتوحد. طيب صح استاذه المختصه النفسانيه اميره بن علجيه، ربما عندك اضافه حتى نختموا هذا الموضوع، ولكن انا عندي فكره شائعه ربما نعرفوها كامل انه هذه الوسيله وهذا الهاتف والطابلات من اسباب التوحد. اكدي لي هذا الامر ولا نفيه؟ احنا ما حكيناش على الاسباب، مين حطوا مختصر على الاسباب. اسباب التوحد لا تزال مجهوله الى حد الان. لا يوجد سبب رئيسي. ما كانش كما نقولوا كي تشوف طابلات راح تصاب بالتوحد. بصح الباحثين والاخصائيين والاطباء سعوا باش يحطوا فرضيات كمقترحات للاصابه بالتوحد. طيب من بين الفرضيات اللي اقترحوها عندنا اسباب اثناء فتره الحمل، تعرض الام لصدمه نفسيه، تعرض الام للقلق، الاكتئاب، ادمان الام على المخدرات، على الكحول، التدخين، اصابه الام بالحصبه الالمانيه، اصابه الام بالفيروسات، كل هذه تؤدي الى الاصابه بالتوحد. هذو اسباب اثناء فتره الحمل. التغذيه الغير صحيه، كما نقولوا الام كي تكون اونسانت ما تناولش الغذاء الصحي، هذا راح ياثر على الجنين تاعها. كذلك الاسباب ولا الفرضيات اللي حطوها اثناء الولاده وما بعد الولاده. اثناء الولاده الولاده المبكره، نقص الاكسجين اثناء الولاده، هنا يؤدي حتى للتاخر الذهني. طيب قبل ما نروحوا لما بعد الولاده كاين مكالمه. نعم. حتى ما نخسروهاش كما قلنا اللي فاتت. يلا نستقبل هذه المكالمه بما تدخل في الموضوع. الو صباح الخير، مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله، مرحبا. حاولت ندارك المكالمه ولكن مع الاسف انقطعت. لو حكمنا الرقم تاعها ممكن احنا نعاودوا نتصلوا بها اذا كان عندها تدخل في هذا الموضوع. نعاودوا نرجعوا لك استاذه، اسمحي لي كان لازم ناخذ هذه المكالمه لانه في مكالمات مع الاسف تنقطع مباشره. تفضلي. معلش، من قلنا الاسباب اللي كانت في فتره الولاده، الاطفال اللي يتصابوا بالتاخر الذهني والتوحد، هنا نقص الاكسجين اثناء الولاده. كذلك
تجاوز الام لفتره الخاصه بالولاده، احنا راح يكون عندنا مشكل في الاصابه بالتوحد ولا حتى التخلف. ومن بين الاسباب اللي ما بعد الولاده نرجعوا اللي كنت تشير عليه، انه الشاشات والطابلات والتلفزيون، هذو والوسائل الاستقباليه، هذه الوسائل الاستقباليه راح تاثر على الطفل. بس كل ام تقول لك انا نخدم ولا نقوم شغل الدار ونخلي الطفل تاعي مع الطابلات ولا التلفزيون، هنا راح الطفل يستقبل الافكار مي مش راح يتواصل ولا يمد الافكار تاعو، هي وسيله استقبال فقط. انا راح تاثر بالسلبي حتاثر بالسلبي على الطفل. كذلك نقص التفاعل مع الطفل، نقص الاهتمام من طرف الاباء والامهات، ما كانش تفاعل، ما كانش لعب، ما كانش حضنه، ما كانش انه الام تقرا قصه للطفل تاعها تعطيه اهتمام. تلقى الام تحكم التليفون تبقى هي تكونيكتي وتمد التابلت للطفل تاعها كونيكتي، سي بون ما كانش تواصل بيناتهم. عائله كونيكتي. ما كانش تواصل. هذه المشاكل هذو كامل داروها كفرضيات الاصابه بالتوحد. كاينه ثاني نقطه مهمه، الغذاء ونقص الفيتامينات. الطفل اللي يعاني من توحد راح يكون عنده نقص الفيتامينات. هنا الام كي تشوف الطفل تاعها مصاب بالتوحد ولا لاحظت عليه الاعراض توجه للطبيب باش يعطيها تحاليل. هنا من بين الفيتامينات اللي نلقاوها اللي فعاله في العلاج تاع التوحد هو الفيتامين دي 3، الاوميغا 3 اللي هو فعال في علاج فرط الحركه والنشاط ويأثر بالايجابيه على وظائف المخ. كذلك نقص الفيتامين بي 6، البي 12، الكالسيوم، المغنيسيوم، كل هذه الفيتامينات تأثر على الوظائف. هنا الأم لازم تسعى للتحاليل باش تشوف اسكو كاين نقص ولا لا لا، لكن كاين نقص تحاول تعوضه. النقص هذاك فراح تعوضه الأم، تعوضه بالحمية الغذائية. نزيد نوضح هذا الأمر، هذا تابع للعلاجات. طيب. هنا التدخل بالحمية الغذائية من أهم التدخلات العلاجية اللي تقدر الأم تعاون الطفل نتاعها. هذا التدخل يحتاج وقت، لكن النتيجة تاعو فعالة في القضاء على السلوكات السلبية. هنا لازم الأم تقوم بحمية خاصة. أنا حنحاول نعطيهم الحمية اللي يتبعوها. يلا ربما تكون هذه النصيحة الأخيرة في هذه الفقرة، تفضلي. الحمية حتكون حمية خالية من بروتين الكازيين والجلوتين. نوضح البروتين الكازيين هو البروتين الأساسي للمكون للحليب ومشتقاته. بروتين الجلوتين هو المكون البروتين الأساسي المكون للقمح. هنا لازم الأم تتبع الحمية الغذائية الخالية من هذه البروتينات. راح تعوض الحمية تاعها بالتناول السمك، تناول اللحوم البيضاء، تناول التمر، تناول الخضر على شكل حساء، تناول الفواكه، تناول الجوز 3 حبات كل صباح، شرب الماء بكثرة، انه تقدم للطفل تاعها الوجبات الغنية بالفيتامين بي 6، الفيتامين بي 12. كذلك هنا نعوضوا البسكوت والعجائن اللي خاليه من الجلوتين. ممتاز. ما تتوجه الام انها كما نقولوا تشري من المارشي هذا الغذاء سبيسيال للاطفال اللي عندهم مشكل في تناول الجلوتين. هنا لازم تتبع حمية غذائيه. تبتعد الام عن الحليب مشتقاته، عن الخبز لما يكون فيه تأثير. ممتاز. هذه الحمية الغذائية الأساسية. يعطيك الصحة أستاذة أميرة بالعلجية مختصة النفسانية اللي حاولنا نعالج معك هذا الموضوع، التوحد والأساليب المعاملة ديالو. موضوع كبير. موضوع فيه العديد من النقاط والعديد من المحاور اللي ما تكفيش في فقرة ولا في برنامج، لازم لها وقفات ووقفات ومحطات ومحطات. ولكن مع هذا نشكرك على حضورك معنا، نشكرك ونقول لك يعطيك الصحة. أي إضافة ربما بطريقة سريعة ولا نصيحة سريعة هكذا؟ نتوقفوا هنا ان شاء الله. نتوقفوا هنا ونخلوها لعدد قادم ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه. ولكن من طبيبك في دارك خلينا في صحتك في تغذيتك، كلش مرتبط مع بعض وفي صحه الانسان. يعطيك الصحه على حضورك، يعطيك الصحه على المعلومات اللي قدمتيها لنا. شكرا كذلك لكل المشاهدين اللي بقوا معنا في هذه الدقائق واللي حاولوا يتفاعلوا معنا. ندي منها وعد فقط، استاذه اميره بن علجيه تعاودي ترجعي لنا ربما في صباح الشروق ان شاء الله، تعاودي تجينا حتى نتناول مواضيع اخرى ان شاء الله. الله يخليك، شكرا لك ويعطيكم الصحه. انتم كذلك احلى مشاهدين واحلى ناس. ابقوا معنا.
معنا، ما تروحوش بعيد، راجعين بعد هذا الفاصل لتناول مواضيع أخرى لمهمة راح تكون حتما في صباح الشروق لنهار اليوم. عودة لكم يا ناس وأحلى مشاهدين وأحلى ناس اللي تابعونا في صباح الشروق، شكرا على دعمكم ورسائلكم ووفائكم لهذا البرنامج اللي دائما ما نحاولوا نفيدوكم بالمعلومات والفقرات اللي تهمكم. يلا من طبيبك في دارك، الفقرة مهمة جدا في هذه الأيام اللي نعيشوا فيها. السلامة، السلامة المرور الريح. السلامة المرورية، شكون من غيره اللي يقدر يتكلم لنا عليها في هذا الصباح؟ من غير ياسين حبي، صباح الخير ومرحبا. صباح الخير صلاح، صباح الخير مشاهدينا الكرام، السلام عليكم جميعا ومرحبا بنا عندهم في الدار. مرحبا، مرحبا عندنا في بيوت الجزائرية اللي تختار صباح الشروق حتى تبدا نهارها. سياقة في الصيف. نعم. يا ياسين، تتغير على السياقة في المواسم الأخرى. أكيد. فشنو هي النصائح اللي ممكن تقدمها لنا في هذه الفترة؟ نعم، كما قلت أخي صلاح، لكل فصل عنده خصوصيته، يعني تكلمنا فيما سبق أنه كان خصوصيات فيما يخص السياقة في فصل الشتاء والأرض مبللة، كان بعض النصائح. والآن ما دام رانا في فصل الصيف، يعني مشاهد في دخول فصل الصيف، وفصل الصيف تخلف قبل أوانه على كل حال، خاصة مع الحرارة الشديدة راح نعيشوها هذه الأيامات. دونك كاين خصائص اللي لازم واحد الانسان يرد باله في فصل الصيف. طيب. وخصائص فصل الصيف هي لا تقل اهميه على يعني خصائص السياقه في فصل الشتاء. الشتاء اوكي. دونك ما يخفاكمش انه خاصه الحراره الشديده في فصل الصيف، انه يعني الحراره الشديده دير توتر بالنسبه للسائق. يتوتر السائق مع التعرق مع اكسيتيرا اكسيتيرا، وخاصه مع نقص السوائل في الجسم، يؤدي الى نقص التركيز بالنسبه للسائق، يؤدي الى نقص في رده الفعل، يعني لو طون دو رياكسيون ينقص. دونك سي امبورطون لو طون دو رياكسيون، يعني رد الفعل مهم، يعني رد الفعل هو امر طبيعي، يعني دوكا يعني تتاخر ثواني من جزء ثانيه ربما يصرى حادث مرور، وبالتالي كل العوامل الطبيعيه اللي هي الحراره تؤثر اكيد في السائق. دونك نقص التركيز، التوتر، الضغط العصبي، اكسيتيرا اكسيتيرا، ياثر في السائق. وبالتالي احنا نعطوا له بعض النصائح للسائق باش يتفادى مثل هذه، باش ما يدخلش في هذا المشكل تاع التوتر. دونك الحاجه الاولى هو كي يدخل في السياره تاعو، الحاجه الاولى هو التهويه، لازم يهوي السياره تاعو، وهذا شيء ضروري، يعني حتى ماشي في السيارات، حتى في البيوت تاعنا لازم واحد لازم يهوي البيت تاعو. دونك السياره، لانه علاش كان بعض السائقين غير يدخل يشعل كليماتيزور افون، دونك هنا ماشي مليح. دونك بالكليماتيزور باش يبدا يبرد داخل السياره، لانه كانت تحت اشعه الشمس، دونك الهواء السخون اللي كان داخل الموتور، دونك باش يعاود يبرد دونك لازم لك مده، وبالتالي دونك تشعل الكليماتيزور يعني بالان واحد اثنين ثلاثه، ولكن تستحدث الزجاج تهوي السياره تاعك وراك تمشي باش الهواء يمشي يدخل باش الهواء اللي يكون داخل السياره يكون يعني مطابق مع الهواء اللي يكون برا، باش يكون فيه يعني توافق، باش الكليماتيزور يبدا يخدم الخدمه تاعو. الكليماتيزور عنده حكايه ومن بعد نقولوها. أيوة. دونك فيما يخص كذلك بالنسبه لفصل الصيف، عمل فصل الصيف تكثر التنقلات العائلات، يعني بلوتو العطله الصيفيه، الناس راح الشواطئ لزياره العائلات، اللي في الجنوب يحب يروح للشمال والشمال يحب يروح للجنوب، كل واحد تنقل. دوك هذا تنقل العائلات الكثيف في فصل الصيف يؤدي بطبيعه الحال الى ارتفاع نسبه حوادث المرور، وهذه عبر الاحصائيات. كل عام يعني في فاكونس اون جينيرال، العطله الصيفيه، العطله الشتويه، العطله الربيعيه، تزداد نسبة حوادث المرور. علاش؟ لسبب انه كاين تنقل كثير وكثيف في طرقاتنا. دونك حنا واش ننصحوا به في الصيف؟ انه هذه التنقلات الكثيفة السائق واش راح يصرى له؟ يصرى له راح يتعب، خاصة في المسافات الطويلة. صح. دونك راح يتعب ويسبب له الإرهاق. ولهذا المشرع الجزائري سن قانون انه ممنوع السياقة فوق 9 ساعات في اليوم. متواصله يعني لا 9 سوايع ماشي متتاليه. متتالية. لازم في 4 سوايع ونص، يعني في النص تاع 9 سوايع، في 4 سوايع ونص لازم يتوقف. إيه؟ والسياقه الاجماليه ما تفوتش 9 سوايع. علاه المشرع الجزائري دار 9 سوايع؟ من دراسه اكيد، ماشي من راسه هكذا كنضحك له نهار الصباح دار 9 سوايع. دونك اكيد دراسه علميه تبين انه السياقه فوق هذه المده تؤدي بارهاق وتعب السائق، يقول السائق غير يباكلي، فهمت؟ غير دونك هات برك يلحق هكذا، يلحق وخلاص. دونك لازم في 9 سوايع، وفي 4 سوايع لازم يتوقف،
لازم نكوبي هذيك نحبس، ولا كاين قهوه ندخل نشرب قهوه نريح شويه نمشي شويه نمشي للكور تاعي باش نريبروني هذيك السياقه تاعي. دونك سي امبورطون، دونك تسع سوايع ماكس. كاين كذلك امر كذلك بصفه قلنا هذه، نزيدوا انه شرب الماء، شرب الماء ضروري بالنسبه للسائق. علاه؟ لانه شرب الماء صح دبري الاخصائيين يساعد في تركيز السائق. احنا قلنا مقبله نقص السوائل في الجسم يؤدي الى توتر السائق والضغط النفسي والتعصب وكسيتيرا. دونك شرب السوائل شرب الماء دونك يؤدي بتركيز السائق اكثر في الطريق، وخاصه في المسافات الطويله. ويا حبذا يا حبذا يكون عندنا يعني ماء في السياره. احنا دي فوا نخرجوا وعبك تحكم الطرق ما كاش متشرب ماء صح وانت عطشان ومتوتر اكسيتيرا، دونك يقدر تصرى لك يعني انضفاء شغل ما يعني عدم او خلل في الكورتياك يؤدي الى عدم التركيز. قولها بمعنى بسيط تنشف. تنشف وي تنشف خلايا تاعك مشكل صح. دونك كذلك في المسافات الطويله احنا اكيد كاين سيارات اللي عندهم مكيف، كاين سيارات ما عندهمش مكيف. دونك لا المكيف هو مليح طيب يعني البروده، بصح كي الافراط فيه ماشي مليح. علاه؟ المكيف في المسافات الطويله واش يؤدي؟ يؤدي الى نعاس السائق. السائق ينعس، وشحال من واحد نعس، وكي نقول لك نعس مش رقد، الغفله هذيك الغفله هذيك تاع اون سكوند ميم با تلقى انحراف السياره وتلقى روحك في جهه اخرى ولا قدر الله حادث مرور. دونك يا حبذا ما قال لك ذاك كليماتيزور من ذاك هوي يعني افتح لي كارو خلي الهواء يمشي باش تعاود تغلق لي كارو. دونك ما تكلش بزاف على الكليماتيزور، وحتى الكليماتيزور وشفناها في حلقه ماضيه لازم له صيانه صح. دونك عباك كليماتيزور دي فوا حنايا ملاعب ما نضربوش كاع ليه طلع، ما نبدلوا الفيتراير تاع الكليماتيزور ما نبدلوا والو. دونك حنا واش يصرى؟ الكليماتيزور كي ما نديروش صيانه راح يدير جهد مضاعف الكليماتيزور هذاك بلا ما يبردك بليح. هذاك الجهد المضاعف يؤدي بزياده حراره المحرك، محرك مكيف الهواء، وبالتالي يقدر يسخن بلا ما يؤدي يعني دور المانوط اللي لازم يكون على جال. وبالتالي لازم تهويه كما هذا السيد راهو شوف راهو في سياقه طويله فهمت في الصوره مكتوبه تاعي راهو في سياقه طويله. دونك كاين دي فوا الانسان شفت كي تكون وحدك يتبربر مع الكليماتيزور تبربر الكليماتيزور وراك غايص وراك تفكر في المشاريع المستقبليه وفي الاخطاء الماضيه كلش وراك رحت بعيد. هنا يولي الى الشرود يعني تغيس وهاي سن هذاك يؤدي احيانا وكثير من الاحيان صح. الى حادث مرور. نروحوا الى انطلاق مبكر ل اسمح لي ياسين، ولكن على الكليماتيزور في نقطه اخرى ربما تفهمها لي اكثر، لانه الوالد تاعي دائما ما يقول لي لما طفي الموتور ويكون شاعل كليماتيزور طفي الكليماتيزور. لانه لما تعاود ترجع وتنوض مباشره كليماتيزور يديماري مع الموتور، مع الموتور فهذه تضر ربما. بيان سور بيان سور. دونك قبل ما تطفي الموتور طفي الكليماتيزور صح هكذا باش ننساوه بعض الاحيان. كي تنساو واش راح يصرى؟ برك راح يتكوبا وقت تطفي الموتور يتكوبا، ولكن كي تروح تنوض هنا المشكل. كي تروح تنوض باك لو فات دير كونتاكت انت مازال نوضش ديجا كليماتيزور ديمارا وشعل فوالا ديمارا. دونك وحنايا كاين نصيحه ثانيه في الكليماتيزور، خي على بالك كاين هذاك الدرجه تاع السرعه تاع الريح. دونك قبل ما نشعلوا الكليماتيزور نقطه الاورانج هذيك اللي تجيك نخلوا الهواء يخرج قبل ما نشعل الكليماتيزور، نشعل فرفاره وحدها باش الهواء اللي يكون سخون اللي يكون داخل المحرك هذاك اللي يدور داخل السياره يخرج. مع لازم تحل الكارو بيان سور. طبعا يخرج الهواء، كي يخرج الهواء هذاك باش نشعلوا الكليماتيزور. احيانا احنا ديريكت الكليماتيزور شعل وبالتالي الكليماتيزور يحكم طاقه ويعني وتعبوا يعني كليماتيزور مام الموتور تروح عند الكتريسيان يقول لك يا صاحبي واش درت له هذا الكليماتيزور. دونك اسباب بسيطه ولكن اسباب تسبب في حاجه كبار. اكزاكتومون. دونك بالنسبه لفصل الصيف وعندك مسافه طويله يا سي صلاح لازم ديماري الى قدرت بكري بكري صح. بارك الله. لا احنا اللي نخدموا صباح الشروق نوضوا بكري ونديماري بكري بصح كي تكون خدام بصح كي تكون فاكونس تنوض بكري كيشد فيك الريتم خلاص توالفه. دونك لازم يكون بكري. علاش تنوض بكري؟ باش ما نلحقوش الذروه يعني الحراره كي تكون في اشد قوتها صح. دونك عباك وقت الذروه الكليماتيزور ما ينفعش فوالا تحب تشرب الماء تتحرك في الطريق صح. دونك يا حبذا الانسان يعني ديماري مبكرا كي تكون مسافات طويله خاصه. ممتاز. كاين نقطه ثانيه تكلمنا عليها الحصه اللي فاتت بون اللي قبلها على عدم خاصه في فصل الحراره عدم ترك الاطفال داخل السياره. وشفنا الطفله الصغيره هذيك في الومضه الاشاريه التحسيسيه
وسط الهطفله هذيك اللي خليناها ونسيناها داخل السياره تحت حراره شديده، لانه الاولياء يخافوا على اولادهم دونك يطفي الموتور ويغلق البيبان. مادام طفى الموتور وغلق الباب كليماتيزر راه حبس ما كاينش تهويه صح. دوك يقول لك دقيقه نشري، ولكن هذيك دقيقه تحت اشعه الشمس السياره الا كانت درجه الحراره برا 30 40 داخل السياره راهي 50 60 صح. دوك الطفل الصغير ما يقدرش يحمل هذيك الحراره وشيء كثير يعني كيف صرات هذيك دوزنا هذيك الومضه. كثير من التعليقات اللي جاونا في عبر صفحه شروق يعني كثير من الحالات الناس اللي صرات لهم هذا اللي يقول لك وليدي اللي يقول لك وليد خويا صرات له اكسيتيرا، وكاين حالات يعني ما قدر الله وفيات. دونك اذا حك لقيت يعني من المستحسن يعني في فصل الصيف دائما رانا الى حبست وقاريت يعني تركن السياره تاعك في الظليله. تفضل صح هذه لا الظليله الى صدقت على بالك شفتو في الحومه هكذا هذيك الظليله غاليه. وإذا ما صحتلكش وهذه هذه كثير ما تصرها يعني ما تصحلكش هنا اللي حب هذا يعني تغطي مقدمه السياره. كاين اللي يشرو الاخر، كاين اللي ما يقدرش يشري يدير كرتونه كما يقولوا مورسو تاع كرتونه يغطي مقدمه السياره، لانه مقدمه السياره مع اشعه الشمس راح تضر يعني في الاجزاء تاع السياره الالكترونيه، وخاصه الى تركت مواد اللي تكلمنا عليهم هذه الفتره راح تسبب في اشتعال السياره صح. للتذكير المواد احنا قد ما نذكروا قليل المواد اللي لا لازمش نخليوها وننساوها داخل السياره خاصه في فصل الصيف. دوك فصل الشتاء خليها، فصل الصيف ما لازمش نخلوها، هي المعقم، معقم السياره، معقم اليدين عفوا، خاصة مع دزنا على كورونا الناس قاعدها معقمات نساتها. احنا من العام اللي فات حنا معقم واحد دوك هي نساتها. فصل الصيف لازم الاخر ينحيها العطور اللي عندها نسبة كبيرة من الكحول تقدر يعني مع الحرارة الشديدة تشتعل. الولاعات قلنا لبريكي كنا تكلمنا عليها مدخن الولاعة انا نذكر اكزاكتومون، لانه الغاز مضغوط داخل الولاعة يقدر ينفجر بريكي ويحرق السيارة، وشفنا حرائق سيارات كثير تقدر تكون من احد هذه الاسباب صح. وكذلك يعني الهاتف النقال، الهاتف النقال نساوه داخل السياره، والهاتف النقال قلنا عنده بطاريه، البطاريه هذيك تنفجر في الحراره الشديده وتنفجر راح تكون يعني يعني حريق داخل السياره. زيد على ذلك نديروا صيانه البطاريه تاعنا، لانه البطاريه في فصل الصيف يكون عليها الضغط كثير صح. لانه البطاريه رانا نشعلوا كليماتيزور وراه الضغط على اليمن على البطاريه راه الكنيوتون لي فو كل حاجه شعل الموسيقى ومش عارف شعل الراديو كل هذا الضغط كاع على البطاريه. ضف الى ذلك انه الحراره الشديده المسلطه على الكابو تاع السياره اللي راح تكون البطاريه في حراره شديده. دوك اللي ما عندش صيانه وسوائل البطاريه ما كانش ما درش صيانه البطاريه تقدر يعني ترى فيها شراره تسمح فيك في نص طريق صح تسمح فيك وتقدر تطرطق يعني يعني تنفجر بومب تنفجر ماشي بومبا ولا كل حال، ولكن شراره صغيره قد تؤدي الى يعني حريق السياره. وخاصه كاين امورات اللي ذكرناهم نزيدو نذكروهم، انه في فصل الصيف الوقود يعني ليسونس يحب هذا نحطه نديروه مع صباح صح مع صباح، لانه تكون بروده البروده علاه لانه كثافه الوقود تكون منخفضه طيب. والحراره تأثر على الوقود تزيد كثافته، كل ما تزيد الحرارة كثافة تاع الوقود. وهذا اللي يتسبب في الحرائق تاع السيارات اللي نشوفوها مرات. دوك أنا كي ندير لو بلان أصبح ربي برودة تكون الحجم الحقيقي تاع البنزين، ندير لو بلان ومن بعد فقدت الظاهرة واش صرا؟ تزيد كثافة الوقود. دوك يقدر يصرى تسرب من خزان الوقود، يعني هذاك الفائض هذاك الآخر يزيد يتجعد هذاك الوقود ويقدر يصرى تسرب. ولا ما درتش فوق الاخر وقت مع الصباح، هو من المستحسن لازم دير فوق الصباح، ولا دير بين قوسين ما لازمش دير لو بلان، لازم تخلي توجور في الوقت. ولا درت فوق الظاهره ما ديرش لو بلان. وقت الظاهره هي وقت مش مستحسن كامل دير فيه الاخر، لانه هذيك الخطره كي هضرنا عليها صرا واحد التعليق في صفحه الشروق، انه درت اكزومبل انايا درت كمثال كي نديروا وقود يعني مبلغ معين، هذاك المبلغ اللي افيشه لك في العداد تاع محطه البنزين ماهوش هو الحقيقي لانه ليسونس مكثف. وانا درت اكزومبل درت انه الا درت 1000 دينار فهمت في حقيقه انت درت 800، درت 800 هذا تعبير مجازي يعني كماشي كاين باسكو كيف التعاليق كان يحسبوها لي كاين اللي قارن فيزيك دايا كثافه الاخر تخسر كذا. انا قلت بالتقريب يعني كمثال باش المواطن البسيط
باش يفهم دوك تغسل 5000 تغسل 6000 في في الوقود. دوك انا درت اكزومبل هذه بالنسبه للتعليق اللي جاوني نعطيه لكل احمد يعطيهم الصحه. دوك اللي فاتهم يتبعوا الفقره سي ديجا ممتاز حاجه مليحه. دوك عندك حاجه في لا لا اميق يقول لي زهور نختموا زهور حسيت لها زهور نهضر معك في الباستي صح ربما عندك اضافه. كل هذه النصائح يعني نختموا فيديو الى سمحتنا زهور نشوفوا مع المخرج زهور الربيع لانه كاين نصيحه مهمه يشاهدوها من عبر هذه الومضه التاسيسيه ونختموا بها. يعني رساله واضحه يعني صح فهمناها وهذه كثير من الصرات صرات هذيا نشربوا عباك احنا قلنا لازم نشربوا الماء باش يركز ساعك. دونك صرات الماء القرعه تاع القاروره تاع الماء يحطها يعني وين جات وتروح تتحرج احيانا الى تحت يعني دواسات السياره. دونك انا كي نجي نفريني ولا نعبز لومبرياج ولا نلقى قاروره الماء تعيق هذه الحركه باش ما نقدرش نحبس وبالتالي يصرى حادث مرور. وهذه صرات يعني من الواقع صح. لانه الفكره جت من الواقع باش درنا هذه المنظار التحسيسيه. شكرا لك ياسين حبي يعطيك الصحه على تناولك هذا الموضوع اللي جاء في وقته لانه راهي بدات الحراره تطلع وراه فصل الصيف دخل قبل وقته فمن اللازم انه نتكلموا على هذا الموضوع. شكرا لك على حضورك يعطيك الصحه. مازال في اعداد اخرى اللي نتكلموا فيها على مواضيع اخرى للجمعه وقتها ان شاء الله. شكرا لك ياسين حبي يعطيك الصحه. شكرا كذلك لكم يا ناس يا طيبين لانكم باقيين معنا في صباح الشروق. مازال العديد من المواضيع في صباحنا لنهار اليوم فاصل راجعين بعده لمواصله الحديث. صباح الشروق لنهار اليوم قلنا لكم اليوم اربطوا الاحزمه لانه مواضيعنا سريعه وراح نكونوا في ريتم عالي اليوم. ضيف مر اخر ضيف متميز مر اخر اليوم تحضر معنا خلينا نقولوا زميله ورفيق الدراسه وكل هذا الشيء امل محمدي حاضره معنا اليوم. صباح الخير مرحبا. صباح الخير صالح. صباح الخير كامل المشاهدين وشرف كبير لي اني كنت متواجده معكم اليوم. شرف لي اللي نتلاقاو بعد مده. امل اذا كي حاضره معنا اليوم باش نتكلموا على برنامج تاع تكوين تاع تاطير واسمه شي بلوكس. من شي نفهم انه مخصص للنساء وبلوكس يعني حاجات تاع نشر تاع مشاركه تاع بارطاج تاع كرياسيون دو كونتينو تعبير عن الراي. اكزاكتومون. خلينا نتكلمين على هذا البرنامج تفضلي. اولا شكرا على الاستضافه على الدعوه. اليوم راح نتكلموا على عده مواضيع فيكتيفمون على عده برامج. نبداو بشي بلوكس. شي بلوكس هو برنامج ممول في سفاره الولايات المتحده الامريكيه بالجزائر. جميل. كانت قامت باطلاقه زميله شانيز ليندا تواتي اللي هي كانت استفدت من برنامج في الولايات المتحده الامريكيه وكي دخلت للجزائر قامت ب يعني نشرت هذا البرنامج اللي اسمه شي بلوكس. علاش شي بلوكس؟ هو متوجه للنساء اللي تتراوح اعمارهم ما بين 18 سنه الى 30 سنه وهذا باش يتكونوا في مجال يعني لا كرياسيون دو كونتينو سور لي ريزو سوسيو لكن على مواضيع خاصه بالنساء باش نحو صور نمطيه تاع انه النساء ما عندهاش يعني ان بون بوتونسييل في لا كرياسيون دو كونتينو سور دوطخ سوجي. يعني كي نهضروا على التكنولوجيا نهضروا على الرياضه نهضروا على المقاولاتيه ما نقعدوش فقط في الصور النمطيه تاع التجميل والطبخ اللي بالك كاين بزاف محتوى في وسائل التواصل الاجتماعي. صح. طيب شي بلوكس انا شفت في الصفحه تاعكم على الفيسبوك انه في كانت في دوره في مدينه تيزي وزو. هي شي بلوكس كانت الانطلاقه ديالها في سنه 2019 في الجزائر العاصمه. بعدها كي جا الكوفيد كما شفنا كامل يعني هو كان انطلق قبل الكوفيد. قبل الكوفيد في 2019 وكانت دوره تكوينية هنا في الجزائر العاصمة اللي استفدت منها 25 شابة من كافة يعني ربوع الوطن. بعدها السفارة شافت انه هذا لو بروجي لي يوتيل دونك عطات تمويل اخر
وبعد الجزائر العاصمة قمنا بعدة دورات منها وهران، قسنطينة، بشار، الواد، وآخرها كانت في تيزي وزو. صح. وطيب لما نحضروا في دورة مثل هذه طبعا التسجيل راح يكون عبر فورميلاغي عم نروح على الصفحة اكزاكتومون هي كيفاش نقدروا يعني الاليجيبيليتي تاع المشاركات كيفاش يقدروا يشاركوا في هذه الدورات. أوكي. لازم يكون لازم تكون امرأة صح. وتتراوح عمرها ما بين 18 الى 30 سنة. ممتاز. وعندها إلمام بكل ما هو صنع محتوى في وسائل التواصل الاجتماعي في عدة مجالات. أيه. وتقدم يعني مشروع. اي في صفه انه كل الدورات التكوينيه بعدها راح يكون صنع محتوى اللي راح يتم نشره في المنصه الخاصه بالبرنامج جاشي بلوكس. جميل جدا. لما يعني الاخت ديالي ولا الزوجه ولا الام ولا اي انسانه في حياتنا تحب تشارك في هكذا برنامج، لما تجي تحضر واش تقدموا لها وشنو هي ربما الدورات التكوينيه وشنو هو الحديث على واش راح يكون؟ اكيد هي البدايه كانت باربعة ايام تكوين. لازم نبداو بنقطة مهمة جدا، لما نقولوا الدورة التكوينية ما نقدروش نعوضوا التكوين الجامعي طبعاً. ولا التكوين الأكاديمي. المهني والاكاديمي. الدورة التكوينية ولا الورشات التكوينية لازم يكون فيه مستوى، يكون مستوى وفيه تكميلية. يعني ما نروحوش لدوك الدورات اصبح اعلاميا في اسبوع ولا اصبح انا ما على باليش شنو في اسبوع. صح. ما نقدروش لانه الحجم الساعي تاع التكوين ما راحش يسمح للمشاركات انهم يكونوا متمكنات حقيقة. احنا نوفروا بعض لي تيبس لي زوتي بالطرق باش المشاركه تكون عندها إلمام بالموضوع، عندها تقنيه التحرير، تقنيه التركيب، عندها يعني دراسه الصوره كيفاش تكون الصوره منشوره في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا بمشاركه العديد من المدربين في عديد من المجالات سواء في الاعلام والاتصال ولا في الاتصال ولا في ايضا في اللغه الانجليزيه. جميل. انا متاكد انه المشاهدات اللي راهو معنا الان يشاهدوا فينا سمعوا وفرحوا بهذا الشيء، فهم يقولوا وقتاش يجي دورة اخرى؟ فوالا كاين دورتين. دونك الدوره الاخرى الاخيره لشي بلوكس لانه البرنامج راح يخلص الاسبوع المقبل ان شاء الله، يعني راح تكون دوره نهائيه في الجزائر العاصمه. تسجيلات مفتوحه، راح تكون ما بين يعني الدورة راح تكون ما بين 26 إلى غاية 28، دونك هذا مفتوحة لكل النساء اللي تراوح عمرها ما بين 18 30 سنة. لكن الحاجة المليحة أيضا أنه راني نشارك في برنامج آخر ولا مشروع آخر. صدقتيني. هكذا أمل. الله غالب. هكذا. الله غالب. مازال عندها لا. راني نشوف. تفضلي. قلت لك دونك المشروع الثاني هو تيم ميديا. صح. هذا شفت عليه اخبار شويه دار شويه في بالك انت راح تقول امل مازال شغل الحنين الحنين الى الجامعه. هذا خرج يعني المشروع هذا هو الفكره كانت منذ سنه 2017 بعد ما توليت من الولايات المتحده الامريكيه بعد ما شاركت في في البرنامج تبادل ثقافي وطلعتي باللباس القبائلي الزي القبائلي ما بين الامريكان والاوروبيين والجماعه. فوالا دونك كما على بالك انا درت لي تي اف سي، درت جامعه الاعلام والاتصال، كليه الاعلام والاتصال عفوا، تخصص سمعي بصري. لكن حاجه اللي نشوفوها في الجامعه مالوغوزمون هي نقص المجال التطبيقي. تطبيق لا تيوري كاينه، لا تيوري كاينه، التكوين الاكاديمي كاين، لكن باش يكون عندنا تطبيق لازم نستناو 3 سنين باش نديروا لا سبيسياليتي. انا وحده كي كنت راح نطلع للجامعه كنت نيماجيني راح يكونوا عندي نلقاو استوديو ميكرو كاميرا، كنت نيماجيني خلاص راح نولي جورناليست. صح. اي دوكو مع زميلتي سميره دهري كان فيه برنامج ولا مشروع تاع جمعيه سيدرا. جمعيه سيدرا مع تعاون مع الميكي سموها الاعضاء تاع جمعيه سيدرا اللي دائما ناشطين وفعالين. اكيد انا نشوف انه سي من بين الجمعيات الناشطه والفعاله في كل الميادين، يعني عندها ايضا تحمل ايضا ما هو ما يسمى بالمواطنه الفعاله حقيقه. كيف تكون فعال في المجتمع المدني؟ اكزاكتومون. دونك هذا المشروع يستهدف طلبه كليه الاعلام والاتصال. جميل. اللي راح تكون عندهم اسبوع كثيف فيه عدة ورشات تكوينية ولازم نقولوا أنها مجانية.
يعني هنا سواء بور شي بلوكس ولا بور تايم ميديا المشارك ولا الطالب هنا لما يجي ما راح يخلص اي حاجه، راح يجي يشارك في الدوره التكوينيه، يكون عنده احتكاك مع مكونين وصحفيين كبار، ويكون عنده مجال تطبيقي، وراح يساهم في نشر يعني منصه جديده في مجال ما يسمى بالاعلام الرقمي. جميل جدا. الاعلام الرقمي، الرقمي هذه حاجه جديده، جديدة. رانا جاهلين لها، ولكن قولي لي امل هذه الاعلام الرقمي خليها ولا على جنب. نعاود نرجع فقط لهذه الفكره بالنسبه للطلبه الاعلام والاتصال يشاهدوا فينا، كيفاش نسجلوا؟ اكيد لازم يكونوا يدخلوا على موقع التواصل الاجتماعي تاعنا تي ميديا تي او اي غريك ام ميديا، راح يلقاو لو فورمولير دانسكريبسيون، راح يجاوبوا على عده اسئله، مع المكونين راح نختاروا 10 مشاركين طبعا. ما نقدروش يعني نفتحوا لك، لكن راح يكون فيه دورات اخرى. هنا راح يتم التواصل مع المشاركين اللي راح يتم انتقائهم، وراح يشاركوا في تكوين مدته 6 ايام من 21 جوان الى 26. اخر مجال للتسجيل راح يكون ان شاء الله 18 جوان. ان شاء الله تسمع عندك 21 جوان 26 جوان هذه الدوره التكوينيه 26 شي بلوك. ولكن اللي يبقى دائما واحد المشروع كنا تلاقينا من خلال على جال تلاقينا في العديد من المحطات العديد من المواعيد على كيفاش ردينا الطب والمرافقه الطبيه المتابعه الطبيه التشخيص وهذه الامور رقميا، وحاجه فاتنا بزاف في الفتره اللي عدينا بها وان شاء الله ما تعاودش ترجع لنا ان شاء الله. فتره الكوفيد كانت فيه واحد المنصه انتشرت، وكنت انت كذلك من بين الفريق اللي كان اطلق هذه المنصه، كانت منصه بصحه فهذا المشروع وين ولاحق؟ هل الاقبال كثر؟ هل الناس عرفته؟ هل اكيد باش نعاودوا نذكروا المشاهدين الكرام انه بصحه هو عباره على تطبيق موجه للجزائريين ليسهل حجز المواعيد مع الاطباء عن بعد. يعني اليوم المواطن ما راحش يكون عنده عناء التنقل والاتصال، دونك يل برون ان رونديفو ديريكتومون فيا لابليكاسيون بصحه، وهي عبارة على منصة موجهة لممتهني قطاع الصحة من الأطباء والممرضين والليزاسيستانت اللي راح يكون عندهم توت اون بانوبلي دو سيرفيس، يعني عدة خدمات داخل المنصة، منها لاجندا كونيكتي، يعني اليوم المواطن كي ياخذ لو رونديفو تاعو راح يكون مثبت اوتوماتيكيا عند الطبيب، منها اداره الملفات، منها يعني الاستشاره عن بعد لا تيلي كونسلطاسيون. اليوم الحمد لله رانا متواجدين بعده ولايات من الوطن، 13 ولايه، ولكن احنا عملوا على فتح عده، احنا اوني بيرفكسيونيست في العمل ديالنا، يعني لما نروحوا في منطقه نحاولوا انه ننتشروا ويكون عندنا اكثر اطباء. الحاجه المليحه رانا في ما يقارب 100,000 يعني 100,000 موعد محجوز في المنصه. جميل جدا. تلاقينا كنا 40,000 دونك رانا 100,000 الحمد لله. جميل جدا، انفجرت الارقام. فيه اقبال، فيه اقبال، وفيه ايضا تعاون مع الاطباء. اليوم الاطباء فهموا انه الرقمنه في الجزائر ما راهيش يعني ان لوكس ولا ان بريستيج، لكن ضروره، وشفنا انه الكوفيد ولا لا كونديسيون هذيك اللي كنا فيها بانديميك كانت حتمت علينا انه نتوجهوا الى ما يسمى بالديجيتال. دونك ميم في هذا المجال رانا نقوموا بتكوين الاطباء، لانه الاطباء بالك والفوا اون ميثود دو ترافاي اللي ما راهيش مرقمنه، لكن مع بصحه دايوغ ان شاء الله نقولها الله من يوم 23 جوان راح يكون فيه ورشه تكوينيه مع الاطباء. عندك جوان هذا العام كومبلي ديالك. انا كومبلي زايده في جوان جدول. لا يعطيك الصحه، دائما نحبوا امل محمدي لما تكون هكا نشطه وفعاله وما تحبش من لازم أعرف. ولكن انا حبيت بما انه اليوم رانا نحيو في اليوم العالمي كبار السن، هل امل يتخمم في مشروع هكذا لفائده هذه الفئه؟ لا غير انا الفئه اللي تاثر فيا اكثر هي كبار السن، بحكم اني كنت يعني جد متمسكه بجدي الله يرحمه والكامل، يعني الحمد لله جاي لو بريفيليج نعرف كامل جدودي، دونك هي الفئه اللي راني صح متمسكه بها. كاين مشروع تاثر بها في بصحه مثلا، كاين مشاريع اللي تخص المسنين، انه اليوم اذا عندك جدك ولا عندك باباك مسن وما يقدرش، يعني اكيد ايل نا با لو بريفيليج مالوروزمون دو مانيبولي ان اوتي تكنولوجيك، لكن في بصحه عندنا ما يسمى بلي سو بروفيل، يعني اليوم انا نفتح البروفيل تاعي حساب ديالي ونقوم بتسجيل حساب للام ديالي ولا الاب ديالي ولا الجد ديالي اللي ما يستخدم الهواتف الذكيه، يستعمل الهواتف الذكيه، ويكون فيه تواصل مع الطبيب بنشر ملف الطبي، وهذا اون ريبوندون يعني لكامل لي كونديسيون دو كونفيدونسياليتي اللي كاينين في المنصه.
برافو. طبعا لازم نلقى حاجة. دائما دائما تلقى حاجة. برافو عليك أمل محمدي. فرحت كثيرا باستضافتك وبحضورك معنا في صباح الخير. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا لكم. سي توجور أن بليزير باش نتقاسم معك البلاطو. مرحبا بك في أي وقت. ونحبوا دائما ما نستقبلوا هكذا الناس ناشطين وفاعلين في المجتمع المدني وفي مختلف مع مختلف الفئات. أنا نتكلموا على الكبار السن في هذه الفترة. علاش قصيتك هذا الشيء؟ لأنه فترة الامتحانات تاع البكالوريا عندنا فكرة أنه فقط مترشحي البكالوريا شباب صغار يروحوا. ولكن إكرام بقراني زميلتنا تلاقت بخالتي زهية. خالتي زهية كبيرة في العمر ما تخلتش على الحلم ديالها أنها تنال شهادة البكالوريا. مانيفيك. وش رأيك لو كان نعرضك معنا ومع المشاهدين نشوفوا بورتري على خالتي زهية اللي عندها خطوات متقلة بطموح كبير نشوفه في هذا البورتري للزميلة إكرام مقراني. ضغط، ارتباك، أمل وخوف يظهر على الممتحنين الذين يجتازون شهادة البكالوريا. بخطوات بطيئة وإرادة عالية تجتاز خالتي زهية صاحبات 65 سنة الامتحان المصيري، وكلها أمل على افتكاك أعلى مراتب النجاح. شابة سيانتيفيك، هذا عين تاع الله تعالى، يكتب حاجة ما تجيك بالساهل، بصح كي تسعي وانت مشوقة وانت حبة اقسم بالله تلحقي. صيبي راحتك في الشيء اللي كيحب، ما خلاكي تشقي، صيبي راحتك فيه. العلم ربي قالكم اقراو ونقراو، حنا نفتحو نبداو وربي يكملنا. طموح هذه السيدة الستينية كسر قيود التحدي واثبت ان التعلم ليس له حدود بل عظيمة ومثابرة. فوا با تقعدي، فوا تفشلي، شو نا با دوا تمرضي، شو نا با دوا تعياي، اوكان دوا. وتوجور دبو، مالغري تو يا مال، مالغري تو يتخس مالغري تو هنا. شوفي بيان، يا متي والله يا متي نموت على الجزنف، لا ما جبتو السنار موراه موراه تنديه باذن الله. غادرنا المكان مستحضرين المثل القائل: اطلبوا العلم من المهدي الى اللحدي. هذه هي خالتي زاهية وهذه هو الطموح ديالها، شاهدنا من خلال هذا البورتري للزميلة إكرام مقراني، مشكورة على المجهودات ديالها. يلا بعد هذا الوقفة في التكوين والتكوين المتواصل وهذه الدورات التكوينية نستقبلوا الآن الكوتش خديجة. صباح الخير، مرحبا بك. خير صالح، مش رايك؟ لا بس الحمد لله. اليوم علي وحدي، استقبل فيك وحدي. وي معليش، نتمنى لها الشفاء. شفاء لي زهرة زهروني حتى ترجع لنا إن شاء الله غدا إن شاء الله وتكون حاضرة معنا. يلا روحوا على جينجل لأسلوب حياة مع الكوتش خديجة، راجعين بعد هذا. كوت خديجة، اليوم موضوعك شائك وموضوع كبير ومتعمق، ما باليش هل يبقى لنا وقت ولكن راح نقدروا نتناولوا وش نقدروا منه. أوي. فموضوع الاكتئاب. العديد يعاني من الاكتئاب في فترة ما. يجب بالك اكتئاب يجي أثناء المراهقة. صح. في اكتئاب يجي من العمل، من الرياضة، ممارسة الرياضة بصفة مفرطة. اكتئاب ما بعد الولادة، أثناء الولادة أيضا يختلف. في الطفولة أيضا. أها. بيان سور عندنا لا ديبرسيون دو لانفون غانا. طيب الاكتئاب وشنو هو؟ الاكتئاب هو مرض نفسي. طيب. الإنسان اللي كما قال يجوز على فترة صعبة مش راهوش مكتئب، باسكو حنا نسمعوا بزاف في المجتمع صالح راني جو مو سون ان ديبرسيون، راني ديبرسيف، راني في حاله اكتئاب. لا مش حاله، ما رانيش في حاله اكتئاب. الاكتئاب مرض نفسي، سي اون مالادي سيشيك، هذا باش الامر يكون واضح. من يجينا هذا الاكتئاب صالح؟ يجينا من اضطراب في المزاج، يعني ان تروبل دو لومور. فهمتني؟ الانسان ما يفهمش بلي الاضطراب هذايا هو راجع للمشاعر تاعو اللي ماشي متوازنه. فهمتني واش حبيت نقول لك؟ وايضا عنده علاقه مع لي نورو ترانسميتور تاعنا، هرمونات مثال تاع السعاده، هرمونات تاع الفرح، هرمونات تاع النعاس، لا ميناتونين، لا دوبامين، لا سيريتونين. هادو الا كانوا طالعين بزاف ولا ناقصين بزاف، اوتوماتيكمون حنا يمكن انه انا رايحين نصابوا بمرض الاكتئاب. هو مرض بحد ذاته؟ مرض، وي سي اون مالادي، سي اون مالادي بسيشيك. فهمتني واش حبيت نقول لك؟ والمشاهد الكرام، باسكو بزاف يقولوا لنا بلي كيما كنت نقول لك مقبله راني نجوز من حاله اكتئاب. لا، راك تجوز في حاله تعب، يمكن راجع لي فشل، راجع لي خوف، راجع لي مثال كيما قلنا حنايا تعب بكثره في العمل ولا. فهمتني واش حبيت نقول لك؟ مرض ايضا
عندنا لا ديبرسيون تاع لي مالادي لورد كيما لو كانسير فهمتني كيما ايضا لا بروستات كيما باغ اكزومبل كاين اللي كاين ربما تلاقوا بها والناس من هذا الشكل بزاف ونستقبلوا اتصالات على هذا الشيء تاع بعث الولاده ايضا وي لو بوست بارتوم بيان سور كاين دي مامون اللي ما يفيقوش يقعدوا حتى عام باش نقول لكم هما في هذيك الحاله اسكو براو 100% نون صالح ما براوش 100% علاش باسكو حنايا يقول لك واحد اللي عنده وعلاش سي تابو قالنا في ما عندناش هذه الثقافه تاع نروحوا نكونسلتي المراه كي تمر مات ولد اي تو باسكو يقول لك لا لا دوك يعطيو لها دي زونتي ديبريسور ولا دي ريجينيراتور ولا دي زينيباتور باش تعاود باش تعاود لا هو ماشي لازم مع الاول فهمتني بصح هو العلاج بالدواء لا لا ثيرابي ميديكامونتوس مثل غير 30% و 30% مش معالجه فقط حنا واش نديرو انا حين نقللو من الاعراض الماديه اون بلاستيفي لي سيمبتوم فيزيك الاعراض هادو بصح هو العلاج تاعها 100% سي لا بسيكوثيرابي كي تروح عند لو بسيكولوج ولا عند الكوتش لو سيرتيفي المختص فوالا المختص في هذا الشيء او رايح يرافقك باسكو علاش حنايا كي يجيو لينا انا حين نعطيو لهم 70% من العلاج انا حين نعلمهم كيفاش يعاودوا يسترجعوا الثقه بالنفس تاعهم باسكو تهتز الثقه بالنفس تاع الانسان اللي يكون مريض بالاكتئاب فهمت شنو نقول لك يولي عنده شك في نفسه في قدراته شك في نفسه في قدراته في العلاقات ديالو يعني هو مسجون في حدث ما فهمتني من الحياه ديالو صالح الوغ دوكو حنايا نقولوا باللي الا شفت مثال واحد من العائله تاعك اكثر من اسبوعين وهو ما عندوش القدره باش يدير يعني اليوميات ديالو ما عندوش يعني هذاك لو بليزير الفرح اللي كان عنده الاستمتاع اللي كان عنده من قبل فقد الامل وراهو متداوم عنده افكار سلبيه افكار كما قال سوداء مستمره اكثر من اسبوعين هنا لازم يعالج حتى عاداته تتغير عاداته تتغير ميم سبحان الله الوجه تاعو يدوفيان تيغو طيب. يولي شغل غري طيب كنت خديجه الانسان المكتئب هل يفيق بنفسه ولا لا لا هو يفيق يقول لك بلي ما رانيش بيان هذاك ما رانيش بيان تستمر بزاف ما رانيش بيان ما يحبش كاين اللي ما يقدروش ما يخرجوا من الدار صالح ما يقدروش يعاودوا يروحوا للخدمه ما راهمش اون سوسيتي يعني ما يكونوش في المجتمع لو فيتي زعما هذاك اون سوسيتي يخرجوا مع الناس لي زامي تاعهم لا فامي تاعهم خلاص هذو الامور كاع تنقطع وحنا نقولوا له هاك تزيد عليها لا لا شغل كيفاش ما ياخذوش الامور بجديه وهو مرض سي اون مالادي ما يقدرش الله غالب عليه لازم انت في هذه الحاله اللي هو يمر عليها الحبيب ديالك ولا الانسان اللي كما قال القريب ليك لازم انت تعطيه استماع اون اونتونت اوبجيكتيف تسمع له ما تحكمش عليه تي كيفاش كما قال تو لانسيت تحفزو باش يروح عند الطبيب النفسي ولا نعيطوا للطبيب النفسي باسكو راه هو يسو ديبلاس ولا لو كوتش يسو ديبلاس باش يشوف يدير ان دياغنوستيك تاع ليتا تاعو طيب فرق بين الانسان اللي الي اون ايتات ديبريم حنا كاع ندوزو من دي ايتات ديبريم اللي هي حاله تعب كان عندنا لا كورب تاعنا كما قلت تطلع وتحبط تطلع وتحبط بصح الانسان اللي راهو في يعني مريض بالاكتئاب لا كورب تاعو الي ستابل الي اون كونتينيو يقعد في هذيك الحاله وهذيك الحاله مستمره عليه طيب الان عندي سؤال بشقين الشق الاول هو كيفيه التعامل الشق الاول تاع انا عندي نعاني من الاكتئاب مثلا كيف نتعامل مع هذا الشيء والشق الثاني الناس اللي معايا عايشين معايا في البيت كيفاش يتعاملوا معايا داكا الشق الاول كيفاش انا نتعامل مع الاكتئاب تاعي حاجه الاولى لازم نتقبله اوكي حاجه ثانيه لازم نعرف بليك هذه مرض نشفى منه كيفاش نشفى منه اني انا نكون جاد مع نفسي حتقولي مدح واحد اللي راه مريض بالاكتئاب كاتش يكون جاد سي با لوجيك سي باغ اكزومبل كيدير حاجه وهي صغيره لازم هو يفرح بروحه ما يشوفهاش ماشي باسكو هو فقد هذيك لابيتود اللي حنايا تكون عندنا عاديه باش يدير ابسط شيء جهه صعيبه باسكو راهو مريض فقد الامل في نفسه فقد الثقه في نفسه من خلال واش صرا له اوتوماتيكمون هو كي يدير هذيك الحاجه لازم يفرح بنفسه ولونتوراج المحيط اللي يكون داير به يحفزه ويفرح له باش هو يقول بليك فينالمون هذه حاجه انا قدرت نديرها وهذاك الحاجة الصغيرة تعطي له كما قلت تعمر له البنزين ويقدر يكمل يدير تعطي له دافع اللي يخليه يكمل في هذيك الحالة طيب وكيفاش نتعامل مع الشخص المكتئب في البيت ديالي ولا في العائلة ديالي؟ هذا سؤال مهم جدا صالح ومشاهدينا نطلب منهم كما قال انهم يفهموا هذا الموضوع بطريقة صحية لأنه هذا الإنسان راهو يستحق منكم حب راهو يستحق منكم الدعم راهو يستحق منكم انكم تفهموا الحاله تاعو ما يستحقش واحد يلوجوج واحد يحكم عليه قال باسكو انت مختلف عليه ما تقدرش تفهمه الانسان اللي مريض بالاكتئاب
واحد اخر اللي يكون عادي مش حيفهمه شغل ايفا باناليزي او رايح شغل ما ياخذش الامر بجديه راه رايح يستهزأ بهذا الشيء بصح هو يستحق انك انت تحبه انك انت توقف معاه انك انت تكون تسمع له بلا ما تحكم عليه هذه الطريقه هذه راح تساعده هذا واش يستحق ما يستحقش واحد مثال يجيب له ولا يدير له ولا اون ايكوت اتنتيف ان امور انكونديسيونيل اي ان اكونبانيمون هذا واش يستحق حاجه واحده اخرى واش نقدروا نديروا حنايا نقدروا حنايا اون لانسيت انه يكمل فهمتي في هذاك المشوار ندفعوه انه يكمل في هذاك المشوار الى باغ اكزومبل لازم ياخذ لي ميديكامون ولا نرجعوها له شغل حاجه شغل عاديه نورمال انه يروح يشوف لو كوتش ولا لو بسي ويدير معاه لا بسيكوثيرابي حاجه طبيعيه ان نزيد باسكو علاش هذا الشيء خليه بلي كيشوف بلي هو ما راهوش مختلف على الناس الجميع يقدر يصاب باكتئاب صالح صح ولا لا صح 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 في اي فتره من حياتك تقدر تصاب به اكزاكتومون اكزاكتومون قد اللي الموضوع هذا يولي كما قال عادي قد اللي الناس كاين بزاف اللي راهم يشوفوا فينا وراهم متواجدين في المنازل تاعهم ما عندهمش هذيك الجراه انهم ياخذوا التليفون ولا يروحوا ولا باسكو ولا ميم يحكيوا مع العائله تاعهم باسكو يحسوا باللي يمكن هما ما عندهمش هذه الثقافه باش يفهموهم فهمتني صح وكاين ربما تخوف من التقبل تاع الغير ربما يقول لك لو نشكي له اني مكتئب فيحسبني اني عندي مرض عقلي ولا عندي صح حاجه صح حتى في العمل ربما تلقاي الناس تنفر عليه ما تقعدش معاه ربما صح صح عندك الحق فكاين ناس تخوفات عندها هذا الشيء باسكو ما عندهاش كيما قال المعلومه الصحيحه حنا قلنا بلك هو مرض نفسي ماشي مرض عقلي سي با اون مالادي بسيكياتريك سي اون مالادي بسيشيك فرق بين المرض النفسي والمرض العقلي هذه لازم الانسان ايضا يدخلها في عقله باش يقدر يفرق هو مرض نفسي عنده كل قدرات تاعو العقليه لا توتي كاباسيتي مونتال ديالو فهمتني واش نقول لك ويهضر معك يصير برك النفسيه تاعو مريضه هذا هو الفرق بين وعلاجه علاجه اللي قلت لك سي لا بسيكوثيرابي باسكو علاش لا بسيكوثيرابي تمثل 70% حنا سي كومبليمونتير لا 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 ثيرابي ميديكامونتوس العلاج بالدواء يمثل 30% ولا لا بسيكا لا بسيكوثيرابي تمثل 70% علاج باسكو المرافقه هذه واش حنديروا من خلالها انا رايحين نحروا المشاعر السلبيه انا رايحين نحروه من الخوف والحاجه الثالثه يعاود يكسب الثقه بالنفس يعاود يكسب الثقه بالنفس يعني حاب يعاود يولي الحياه الطبيعيه هذا هو حنا لانه نعاودوا اون لانسير دون اون في نورمال صح ولا لا لا ويعاود يسترجع السياده تاعو الاستقلاليه تاعو باسكو لي دون اون ديبوندونس اوسي صح ولا لا لا من خلال هذا العلاج راه رايح كما قال ان شاء الله يبرى 100% طيب كوت خديجه عندي سؤال اخير ربما قبل ما نطيحوا في الاكتئاب كيف نتفاداوه كيفاش نتفاداوه نتفاداوه من خلال انه حنايا الا شفنا روحنا بلي هذا الامر راهو متعب هذا الامر هذا تعبنا بزاف ورانا انتبهنا بلي ماناش قادرين نديرو ولا رانا مضغوطين ولا انه حنايا مع الاول ناخذ كما قال نصيب من الراحه ولا شفنا بلي الامر يستمر حاجه الاولى نقدروا نديروها ان يا نحكيو مع انسان يا نروحوا عند مختص ممتاز بهذه الطريقه رانا رايحين نتفاداو انه بدات ناخذ ادويه اوكي هكذا مفهوم جدا وموضوع اللي كان غامض علينا بسطتي لنا طيب كنت خديجه ربما في كلمه اخيره نصيحتك العامه ولا انا نقول بليك كما كنت قلت لك مع الاول اسكو الي جينيتيك ولا الي انفيرونمونتال محيطيه ولا وراثيه هي الي لي دو المرض تاع الاكتئاب راهو بين زوج كاين اختلاف يعني علماء يقول لك لا لا ايه انا نقول بليك راهم بين زوج سي بوغ سو نركزوا على المحيطيه لانفيرونمون باسكو حنايا كي نكونوا ماشي ملاح وما نفيقوش بليك ماناش ملاح انا ناثروا على الانسان لا اللي راهو قدامنا صافي اون سينيرجي انرجي انرجي صافي اون سينيرجي اون سينيرجي نيجاتيف صافي دير قد اللي انا نعمل على روحي قد اللي انا نحر روحي من السلبيه قد اللي انا ما نباكتيش الانسان اللي راهو قدامي ممتاز فوالا واللي راهو جينيتيك يعالج هذه هي شكرا لك كوتش خديجه على سعاده حضورك اليوم حبيت نشارك معك واحد السؤال فقط اللي راح الان نشاركه مع المشاهدين وشنو هي الماده اللي كانت عندك تحبيها في الثانويه ربما ولا في انجليزيه تحبي اللغه الانجليزيه وربما بسبب الاستاذ ولا الماده بحد ذاتها تعجبك كانت تعجبني بس كنت نشوف ام بي سي هذاك الوقت الافلام المدبلجه والترجمه والاستاذه اللي كانت تخرجني في الثانويه اللي نحييها عندك رساله لها ربما حابه تقوليها نقولها فريمون كانت استاذه كثير تحفزنا وكثير متواضعه وكثير ناخذوا مع نستمتعوا بحضورها وهذا الشيء ربما يساهم في انه التلميذ يحب هذيك الماده وي كثير مهم جدا لو كوتي بيداغوجيك تاع الاستاذ يخليك تحب الماده ولا ما يخليكش تحب الماده وانا نحييها باسكو خلاتنا نحبوا الماده هذه رسالتك ممتاز وحنا نشوفوا رساله الجزائريين اللي حبوا يوجهوا رساله من خلال ميكروفون صباح الشروق للاستاذ اللي خلينا نقولوا عمل فارق في حياتهم عمل فارق وصنع خلينا نقولوا
لحظات جميله في الدراسه ديالهم في ميكروفون امال بوعزه. نشوف رساله الجزائريين للاساتذه المفضلين ديالهم. نوجه تحية الأستاذ الفيلو فلسفة سي صالح. والله كان حبيت زوج، كان واحد الأستاذ في مادة العلوم وحتى في الرياضيات وحتى الأساسيات الأخرين ما شاء الله. أنا ما نقولش أنا يعني والله أنا ما عنديش مشكلة في الأساسيات، الحمد لله كامل يعني الحمد لله صافي بريزير. أنا نكون باسكو حنا شو لاجينيراسيون تاعنا يحترموا الأساسيات وحتى الأستاذ كي تشوفوا عندك هي عندك هذيك الهيبة تخمنوا على أساس تحترموا ماشي كيما لاجينيراسيون تاع دوك. تاع اللغه العربيه قراتني يعني في ليكور مش في الليسي. حواس نشكرها بزاف، تعبت معانا. الاستاذ تاعي تاع الكلاس عبد الباقي تاع الفلسفه نشكره بزاف، واللي قراني في ليكور اوسي زو. تحياتي اللي يسكنوا في الشرق كل يقراو عنده راهم يديو الباك ان شاء الله. الليسي اللي كنتو تحبيها من وقت الليسي صحاب نشوة وراقية نشوة تحشتك باضية في النشوة تحشتها قرات تحشتها خلا من ثم زدت بانت ما عندها هي ما داتش الباك من ثم زد أوكا كونتاكت بيناتنا. لي كور تاع الماس سي لو ميور بروف مالغري ما هوش زعما سبيسياليزي في الماتيير ما يفهمك الماس غاية زيد اللي دار لي كور تاع الفيزيك منير يعني مالغري انا ما جبتش مليح فيزيك صح سبت جبت مليح استاذ تاع السيونس خنافو كان يفهمنا غايه السيونس وزيد صحاباتي قال لي كانوا يقراو معايا ولي زامي تاعي كاملين. حمزه نميره سمعنا في هذه لا ريبريز بزاف شابه اللي كانت دندن عليها امل محندي ربي يرحمها. ندم اني شوف انا لعبك مندوق لا دلاء لا قرعه انا جبت لك اللي يدوق زعما ريجيم لا اليوم شوف ندم ما كاش ريجيم. تفضل ندم. هنا المقبله درنا لهنا تكتوكه تاع النجره اوكي درنا فيها البطاطا درنا فيها طماطم ودرنا فيها الفلفل المشوي واخذناها بالبيض جمرناها لهنا على الطاجين خليناها ابتي فو. هي اللي كان عنده طاجين تاع الفخار اونكور ميو مي هذا يعني الطاجين هذا درنا طاجين تاع الفخار يزيد السخانه وانا نشوف فيها ويزيد البنه كامل البنه يعطي ريحه صح 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 بيان سور وتخلينا نجيبها هذا قلت يعطيك الصحه على كوجات يعني استعمل غير الخضر تاع لا سيزون بيان سور لازم كيما صالح ما ياكلش لي ليغيم لازم كل خولو هذاك نهار وكل لي زرودية اللي جامي دقتها في حياتي ما دارهاش شاف نادم ربي يخليك. هنا عندنا لا شارلوت تاع الخضر اللي درناها بالفلفل ودرناها بالقرعه لهنا شويناهم بعد استفناهم على لاصوصوج صلصال تاع طماطم لداخل فرسيناهم بالروز والبولي اشي اللي كنا حمصناه بحبه تاع البصل وشويه معدنوس لميناها بالبيض والجبن الابيض والجبن المبشور باش يشد لنا لافورم تاعو الداخل طيبناهم في الفرن من بعد قلبناها ديكوريناها بشويه تاع صلصه الطماطم والجبن المبشور. ما تقوليش هذاك الطبسي تاع الكراتا رد لك هذا الله يعطيك الصحه ربي يخليك. وهذه خلينا نقول لهم هذه الدلاع كيما تسقيش في الدار ديريه موس يعطيك الصحه شيخ منك وحابين ذوقوا امل انا ثاني القرعه القرعه يلا هاي لك الفرشاة ديالك انا نذوق اللاموس اللاموس تاع الدلع يلا تفضلوا قولوا لنا رايكم على المباشر هكذا على المباشر بس كل الناس قلنا ريجيم يلا بسم الله بسم الله والبابي برك وي بابي بس معليش معليش بسم الله يعطيك الصحه شيخ نادين الله يسلمك وانت يا امي امل اضرب هذا لو غو تاع القرعه ما كاش الغو لاموس بزاف الي فريش الي فريش اه لي تري تري بون وهذاك لو غو تاع عبد الله هو الدلا ديجا منعش كما حنا نقولوا زدنا له لا شونتي صافي زادوا له خفيف زدنا له ناتور وزاد له في الخفه ولا الله يعطيك الصحه سي تري بون زهره ان شاء الله برك ما تكونش تشوف زهره ان شاء الله برك ما تكونش تشوف لانه تقول لي خلي لي حقي يلا شفنا دينا هذيك الساعه شكرا لك كنت خديجه شكرا على حضورك وعلى دائما الكلمه الجميله تقولي لنا في اسلوب حياه شكرا المحندي فرحنا بحضورك يعطيك الصحه صلاح يعطيكم الصحه الاستضافه
شكرا لك ومرحبا كما يقول زهر غربي رئيس التحرير، مرحبا بك في اي وقت اذا كان عندك كاين دوار اذا كاين حاجه تفيدي بها المجتمع مرحبا بك. ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحه. مرحبا بك. شكرا لكم كذلك يا ناس طيبين انتم اللي شاهدتونا وصبرتوا علينا طيله الساعتين ونصف في صباح الشروق نهار اليوم. شكرا لفاروق، شكرا لرضوان، شكرا للطاقم التقني اللي عمل معنا اليوم على راسهم يوسف تيغرام، شكرا للطاقم الاعداد الصحفي تاع برنامج صباح الشروق على راسهم رئيس التحرير زهر غربي. شكرا لكم يا ناس طيبين اللي قعدتوا معنا في صباح الشروق. نلتقي غدا نفس التوقيت نفس القناه، احلى قناه شروق العامة. إلى آخره.